يوم الدين. وبعد، أيها الحضور الكريم، لا يسعني في هذا المقام إلا أن أرحب بكم قائلا أهلا بكم، أهلا وسهلا ومرحبا، أهلا فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. بارك الله في الشاب عبد المهيمن بما تفضل به وشنف أسماعنا به من آيات من الذكر الحكيم. أما الآن أيها الأحبة، أيها الحضور الكرام، لا يسعنا إلا أن نقف وقفة عز وشرف لنستمع فيها إلى نشيدنا الوطني، فلنتفضل معا مشكورين. ادفعي كيد الأعادي والعوادي واسلمي اسلمي 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 طول المدى إننا نحن الفدا. ليبيا 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 يا بلادي أنت ميراث الجدود، لا رعى الله يدا تمتد لك فاسلمي إن على الدهر جنود، لا نبالي إن سلمت من هلك وخذي منا وثيقات العهود. إننا يا ليبيا لن نخذلك لن نعود للقيود، قد تحررنا وحررنا الوطن. ليبيا 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 يا بلادي يا بلادي بجهادي وجلادي ادفعي كيد الأعادي والعوادي واسلمي اسلمي 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 طول المدى إننا نحن الفدا. ليبيا 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 جرد الأجداد عزما مرهفا يوما
ثم ناداهم مناد للكفاح ثم ساروا يحملون المصحف باليد الأولى وبالأخرى السلاح فإذا في الكون دين رصفا وإذا العالم خير وصلاح فالخلود للجدود إنهم قد شرفوا هذا الوطن ليبيا ليبيا ليبيا. بارك الله فيكم جميعا. أما الآن مع لمحة من لمحات إنجازات بلادنا، مع لمحة تعريفية للمعهد العالي للعلوم الشرعية لمدة دقائق إن شاء الله نتفرج أو نشاهدها معا إن شاء الله. العلم الشرعي هو شعلة النور التي جعلها الله نبراسا تضيء طريق المسلمين، به عرفوا خالقهم ومنه علموا السبيل إليه، ومنه تعلموا كيف يعبدونه حق عبادته. لقد نشأ العلم الشرعي في ليبيا منذ أن وطئت أقدام الصحابة رضوان الله عليهم تربها، فمنها تخرج أكابر العلماء جيلا بعد جيل. وفي ليبيا الحديثة كانت مكانة العلم الشرعي جلية، فقد انتشرت الزوايا السنوسية رفقة بعض المنارات والمعاهد الأخرى التي أسهمت في تخريج أجيال من العلماء الذين كانوا نجوماً يهتدي بهم الخلق في ظلمات الجهل ومدلهمات الفتن. واستمر العلم الشرعي في الازدهار حتى جاء انقلاب سبتمبر، فأقفل الجامعة الإسلامية والمعاهد الدينية وضيق على المشايخ والعلماء، فصاروا بين شريد وسجين وقتيل، ولم تبق إلا كتاتيب القرآن الصامدة أمام الهجمة التي واجهها العلم الشرعي. وظهر الفراغ جليا في العلم الشرعي في ليبيا. أذني أن أرحب بكم في هذا الملتقى الأول لمجلس دار الإفتاء. وبعد التغيير الذي رافق ثورة فبراير، سعى العلماء في ليبيا إلى تصحيح مسار التعليم الديني، فنتجت عن تلك الجهود الخيرة فكرة تأسيس المعهد العالي للعلوم الشرعية، ليكون ذلك أولى الخطوات نحو استرجاع هذا البلد هويته الدينية التي سلبت منه. وما إن تحصلت دار الإفتاء على موافقة مجلس الوزراء لإنشاء هذا المعهد، حتى بدأ العمل حثيثاً لإتمام هذا المشروع، فوضع المعهد بذلك حجر الأساس في بناء العالم الذي تنتفع به الأمة. وللوصول بالمستوى الذي يليق بالمعهد العالي للعلوم الشرعية، وضعت بعض الشروط لقبول الراغبين في الالتحاق به، فمن ذلك حفظ الربع من كتاب الله تعالى، واشتراط التفرغ التام للدراسة النظامية، والالتزام الكامل بحضور المحاضرات العلمية، وغيرها من الشروط التنظيمية التي تهدف لضمان المستوى الجيد لمخرجات المعهد. وأما مدة الدراسة في المعهد فهي تستمر لخمس سنوات دراسية يجتاز فيها الطالب 144 وحدة دراسية موزعة على سنوات الدراسة، ليتحصل بعدها على درجة الليسانس في العلوم الشرعية. ويتتلمذ الطالب خلال دراسته في المعهد على يد ثلة من الأساتذة والعلماء المشهود لهم بالعلم والصلاح، فلا يتخرج الطالب من المعهد إلا وقد أخذ من أدبهم قبل علمهم. وفي خطوة جديدة، وفي العام الدراسي 2017-2018 ميلادي، قام المعهد العالي للعلوم الشرعية بزف أول دفعة قام بتخريجها، وذلك بعد أن قدموا مشاريعهم التخرجية المتمثلة في الأبحاث العلمية المتنوعة. فكانت الأبحاث تعكس بكل وضوح المادة العلمية الدسمة التي يقوم المعهد بتقديمها لطلابه، كما قامت هذه الدفعة بمزاولة فترة تدريبية في إدارة الفتوى والبحوث بدار الإفتاء، فقدموا مستوى علميا مميزا وقدرة بحثية قوية أقر الباحثون بالدار أنها
تفوق القدرة لمخرجات أي جامعة في ليبيا. ويبقى لهذا المعهد رجال واصلوا الليل بالنهار ليتم إنشاؤه وساهموا في إنجاحه وتواصله، ومن بين أولئك الرجال على سبيل المثال لا الحصر الشيخ الشهيد بإذن الله نادر العمراني. حتى اللي ذكر هذا حتى هو ما تقبله الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. المعهد العالي للعلوم الشرعية جاء نتيجة لوعي من قبل علماء البلاد بضرورة عودة التعليم الديني لليبيا، وذلك لمواجهة كل الأخطار التي تهدد البلاد والحملات التي تحاول تجريده من دينه وطمس هويته الإسلامية. يا أيها الناس تعلموا، فإنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذه أيها الحضور الكرام لمحة سريعة على معهد العلوم الشرعية وكيف يسير وكيف النجاح الذي وصل إليه هذا المعهد بعد 5 سنوات تامة، والدفعة الأولى التي خرجها المعهد من المشايخ والمفتين. أما الآن أيها الحضور الكرام فدعونا نتوقف مع كلمة المعهد العالي للعلوم الشرعية التي يلقيها على مسامعنا الشيخ عبد الرحمن قدوع رئيس قسم العلوم الشرعية بالمعهد، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، منزل الكتاب رحمة وهدى للعالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وخليله إمامنا وقدوتنا وسيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين، الذي هدى الله به من الضلالة وأنقذ به من الجهالة وأنقذ به من الغواية وعلم به من الجهالة، وعلى آله وأصحابه ومعلم الناس الخير إلى يوم الدين. أما بعد، فيرحب المعهد العالي للعلوم الشرعية بالسادات العلماء والمشايخ الفضلاء والمشاركين النجباء والجمع الكريم من الرجال والنساء. إن ورشة العمل اليوم تأتي في إطار دراسة المشكلة وتشخيص الداء، ومن ثم البحث له عن دواء. وما قامت هذه الورشة إلا امتثالاً لأمر الله جل وعلا من الحث على النصح والإصلاح والحرص على توحيد الكلمة وخدمة الأمة. ولا تخفى أهمية التعليم الديني في كل مراحله، إذ إن تأصيل الطالب فيه من بداياته سيسهل العلم بين يديه ويجعله يتدرج فيه بما يضبط له أصوله وقواعده ويجمع له شتاته ويوازن فيه بين النصوص والمصالح. إن انتشار التطرف والغلو في الفكر له مسببات عديدة، من أبرزها إغلاق أو تهميش وإضعاف التعليم الديني الذي هو الحصن الحصين ضد التيارات العدائية والأفكار المتطرفة. فإذا ما انهار هذا الحصن أو أضعف توجه شبابنا إلى المسالك الملتوية وصاروا مطية لحركات استخباراتية تمتهن تحريف الدين وتستغله للوصول إلى أغراضها من سفك للدماء المعصومة وتفريق لشمل الأمة. هذا المعهد العالي للعلوم الشرعية قلعة من قلاع العلم في بلادنا الحبيبة، يمثل الوسطية والاعتدال ويحافظ على الهوية الليبية الجامعة لأطياف أهل السنة،
ويدرس الطلاب المصادر المختصة في فقه الإمام مالك خصوصا وعلوم الشريعة واللغة عموما. وقد أنشئ هذا المعهد المبارك بقرار من مجلس الوزراء سنة 2013 قبل ظهور الانقسام المشؤوم في المجتمع الليبي. المعهد العالي للعلوم الشرعية يواجه صعوبات كثيرة، منها أنه لم تسيّل له أي ميزانية، بل لم ترصد له أصلا، وإنما تصرف على المعهد دار الإفتاء الليبية من ميزانيتها المخصصة من شراء لكتب الطلاب ودفع لمكافآت المشايخ المتعاونين، مما جعل ديوان المحاسبة يذكر في تقريره هذا الأمر ويعده مخالفة مالية لدار الإفتاء. ولا إمكان لتعيين أعضاء هيئة تدريس في المعهد مما يصعب المهمة أمام الإدارة لتغطية المواد. وفي الختام نشكر الحضور الكرام ونشد على أيديهم للخروج ببيان يليق بهذه الورشة نصحا للأمة وأداء للواجب، ونشكر أهالي تاجوراء الكرام على ما تفضلوا به من إكرام أهل العلم والضيوف المشاركين في هذه الورشة، حيث جادوا بوجبة الغداء لهذه الورشة المباركة، فجزاهم الله خير الجزاء وأخلف عليهم خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله في الشيخ عبد الرحمن قدوع بما تفضل به. أما الآن أيها الأكارم، لا نريد أن نتأخر عليكم لنبدأ في هذه الورشة مع أول محور، وهو المحور التعليمي كما في الورقات أمامكم. وهذا المحور يرأسه الأستاذ الدكتور محمد بالحاج، فليتفضل مشكورا. وسيكون المتحدث الأول في هذا المحور هو فضيلة الشيخ الدكتور محمد المغربي، عضو هيئة التدريس بالجامعة الأسمرية، فليتفضل مشكورا. وكذلك المتحدث الثاني سيكون الأستاذ الطاهر حبيب، مدير إدارة المناهج بوزارة التعليم، فليتفضل مشكورا. للأسف طبعا الأستاذ الطاهر حبيب لم يحضر، حرص المعهد على توجيه الدعوة له شخصيا ووصلته الدعوة، ولكنه لم يحضر، لذا نريد أن نقدم غيره للحديث، وهو الدكتور فوزي الغرياني، مدير إدارة التعليم الديني سابقا، فليتفضل مشكورا. سيكون كما في الجدول أمامكم، سيتحدث كل فضيلة من المشايخ على حدة، ثم بعد ذلك سيثار النقاش مع الحضور لمدة نصف ساعة إن شاء الله. ليتفضل رئيس الجلسة الأستاذ الدكتور محمد بالحاج لبداية الجلسة. شكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة الحاضرون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم جميعا في هذه الأسبوحة المشرقة التي تجمعنا في رحاب المعهد العالي للعلوم الشرعية، هذا الصرح المبارك الذي يحتفي بفضل الله وتوفيقه بتخريج الدفعة الأولى في هذه الأيام.
نلتقي اليوم للحوار حول قضية جوهرية هي موضوع التعليم الديني. وبلادنا كما نعلم جميعا تمر بمخاض كبير دقيق غامض، نسأل الله أن يخرجنا منه على خير، وتمر بمفترق طرق صعب أمام تيارات متصارعة لكل منها رؤيتها الخاصة حول هذا الموضوع، موضوع التعليم الديني، وهو صراع تابعت شخصيا كثيرا من مراحله ابتداء من عام التحرير وحتى الآن على ابتعادي من الأجواء يعني السياسية، لكني تابعت هذا الموضوع، والآن بفضل الله أشارككم هذا اللقاء، عسى أن ييسر الله لنا رؤية واضحة وأن نخرج من لقائنا هذا بتوصيات محددة، توصيات عملية تعين إخوتنا المسؤولين على اتخاذ القرار المناسب الذي يكون في صالح مجتمعنا وفي حماية موروثنا جميعا وعونا على أن نخرج مما نحن فيه. لا شك في أن التربية الإسلامية التي هي الهدف الأساسي لتربية الفرد عقيدة وسلوكا وإعداده مواطنا متكاملا هي ما يجب أن يهتم به المسؤولون مستعينين بأهل الخبرة والدراية، والاستعانة هنا مهمة جدا، فقد رأينا في السنوات الماضية أنواعا من التخبط في قضايا التربية والتعليم بصورة عامة هكذا بصراحة، ومن بين ذلك موضوع التربية الدينية أو التعليم الديني. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين مسؤولينا بأن يهتدوا فعلا وأن يستعينوا بذوي الخبرة والدراية والوطنية الصحيحة التي فعلا تريد أن تبني لا تريد أن تشوش وتعرقل. إذن نحن مع المحور، وربما كما استمعتم هذا اللقاء يقدم ثلاثة محاور. المحور الأول وهو المحور التعليمي الذي نتشرف فيه بأستاذين باحثين عزيزين، والمحور الثاني وهو المحور القانوني، والمحور الثالث وهو المحور التربوي. نبتدئ على بركة الله في هذا المحور الأول مع هذين الزميلين. أولا لدينا المحاضر الأول وهو الأستاذ الدكتور محمد المغربي، سيتناول معنا وهو أستاذ في الجامعة الأسمرية، الآن سيحدثنا عن المقررات التعليمية الدينية وصلتها بالفتاوى وبالتأصيل المعاصر لهذا التعليم. يليه بعد ذلك الدكتور فوزي الغرياني، المدير السابق لإدارة المعاهد الدينية، وهو سيحدثنا في نفس الموضوع بعون الله. إذن طبعا أمام كل من المحاضرين الكريمين 15 دقيقة نرجو أن نلتزم بها، من بعد سنفتح المجال للأسئلة والحوار. فليتفضل دكتور محمد، مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، قال في كتابه المكنون: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والصلاة والسلام على النبي العربي الأمين محمد بن عبد الله القائل فيما صح عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والرضا عن أهله وصحبه والتابعين. أيها الجمع الكريم، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم إلى هذا اللقاء العلمي الذي يتناول قضية مهمة من القضايا في هذه البلاد، ألا وهي قضية التعليم الديني. الحقيقة هذا المحور هو طويل وكبير، وأعددت فيه مادة علمية، وقد تفاجأت بأن الزمن المحدد هو
يعني ربع ساعة وهذا قليل جدا، ولا أدري ماذا سأتكلم فيه، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله كما يقال. المناهج العلمية أو المناهج التعليمية في التعليم الديني مرت في ليبيا، وعندما أتكلم عن التعليم الديني وحقيقة تمنيت أن يكون العنوان للورشة العمل هو التعليم الديني النظامي في ليبيا بين التنظيم والإلغاء، لأن عندما نتكلم عن التعليم الديني له شقان، شق تعليم حر وتعليم منظم أو نظامي في الدولة، والذي يعنينا هو التعليم المنظم الذي يتبع مؤسسات وهي معروفة وموجودة. قديما يعني مرحلة التعليم التقليدي الذي بدأ من دخول الإسلام إلى هذه البلاد المباركة إلى منتصف خمسينيات القرن الماضي كان تعليما حرا في المساجد والزوايا، وحقيقة هو أعطى صورة مشرقة عن هذه البلاد، حافظ على الهوية الليبية الدينية والثقافية بأركانها الأربعة، بمذهبها الفقهي المالكي، وبعقيدتها عقيدة أهل السنة التي يترأسها إمام الأشاعرة أبو الحسن الأشعري، ومنهجها السلوكي التصوفي وإمامه الجنيد، ومقرأها القرآني متمثلا في قراءة الإمام نافع براويه ورش وقالون. وحافظت هذه المراكز العلمية على هذا الجزء أو هذا المهم أو الطابع العام لهذه الهوية، واستمرت إلى أن انتظم التعليم الديني في ليبيا في مؤسسات هي تكاد تكون رسمية، بدأت بمعهد القويري الذي أسس سنة 1952، وهو معهد نظامي، ثم بافتتاح الجامعة الإسلامية وما تفرع عنها من معاهد دينية انتشرت في ليبيا، وكانت هي الروافد والمنابع التي تغذي هذه الكلية أو هذه الجامعة بكلياتها، أقصد الجامعة السنوسية بكلياتها الثلاث: الشريعة والقانون والدعوة وأصول الدين واللغة العربية. وامتدادا لذلك فتحت معاهد القراءات ومعاهد البعوث والمدارس القرآنية، وأنشئت إدارات لهذه المؤسسات العلمية على اختلاف أنواعها ومراحلها في تتبع الجامعة. ثم بعد ذلك، بعد أحداث 69 أو انقلاب 69، يعني بدأ التراجع، ويعني الفترة السابقة كان في نهضة علمية كبيرة في أواخر الخمسينيات ويعني عقد الستينات كلها، ثم بعد ذلك بدأ التراجع في التعليم الديني بدءا من إلغاء الجامعة الإسلامية، ووضعها تحت مسمى كلية اللغة العربية والدراسات الإسلامية، وتحولت تلك الكليات في الجامعة السنوسية إلى أقسام، وما هي إلا 6 سنوات حتى ألغيت تلك الكلية وألغيت الأقسام اللي هي كانت كليات في الأصل، وأصبح قسم اللغة العربية. ثم جاء الدور على المدارس القرآنية بإلغائها تدريجيا من سنة 80-81 إلى أن تم القضاء عليها سنة 86، ثم بعد ذلك كان الختام بإلغاء المعاهد الدينية ومعاهد القراءات حتى لا تنتهي سنة 86 إلا والتعليم الديني في ليبيا قد قضي عليه تماما، وأصبحت كلمة الدين والشريعة والإسلام كلمة يعني غير مقبولة وغير مرغوبة. لظروف معينة سياسية أو غيرها أو دعائية أعيد افتتاح التعليم الشرعي في سنة 93-94 تحت مسمى المنارات الشرعية، وبقدر ما قصدوا به الدعاية كان هو حقيقة في صالح المجتمع، وكان الإقبال عليه جيدا، ولقي نجاحا من حيث أن أرادوا له الفشل، وخرج أجيال هذا النوع من التعليم لأن مناهجه كانت موضوعة وجيدة، وإن كانت الدولة لم تقدم لها شيئا. وأنشئت الجامعة الإسلامية والأسمرية، وبدأ التعليم الديني يحيى مرة أخرى، لكن لما برز للقائمين آنذاك خطر كما يرونهم خطر هذا النوع من التعليم، عمدوا إلى إلغاء المنارات الشرعية وجففوا تلك المنابع التي أو الروافد التي تغذي الجامعة الأسمرية بكلياتها الثلاث. عندما أتكلم عن التعليم الديني جاء بعد ذلك اللي هو ألغية المنارات في 2007 بعد نجاح ثورة فبراير، اهتم الخيرون والمخلصون من أبناء هذا الوطن بالتعليم الديني، وسعوا لدى الجهات المختصة، وأعيد التعليم الديني إلى سابقه عندما ألغي سنة 2007، أعيد التعليم الثانوي. وبنظرة من القائمين عليه رأوا وجوب وجود مرحلة تكون مرحلة تمهيد وإعداد قبل المرحلة الثانوية، واقترحوا أن يكون هناك إعداد ديني كما كان موجودا في السابق، وقدم المقترح إلى الجهات المختصة، وتم يعني صدور قانون باعتماد التعليم الديني في مراحل التعليم العام في ليبيا الأساسي أو الابتدائي والإعدادي والثانوي، وشكلت لجان، وقامت هذه اللجان بإعداد تصورات للمناهج والمقررات والمفردات، وكلف أساتذة بطباعة كتب
أو بتأليف كتب عفوا، وأحيلت إلى الجهات المسؤولة وهي مركز المناهج التعليمية حيث راجعها واعتمدها، ومن ثم طبعت وفتحت الإعداديات الدينية وشرعت في الدراسة، والتحق بها عدد لا بأس به من الطلاب لتكون هذه المرحلة مرحلة إعداد وتمهيد للمرحلة الثانوية، وكان الاهتمام بها كبيرا. وأشكر حقيقة باسمكم الدكتور فوزي الذي بذل جهدا كبيرا في تلك الفترة، وكان يطمح إلى أن يسعى إلى تطوير التعليم الديني تدريجيا، بدأ بأول إعدادي أتم لها مناهجها، ثاني إعدادي، ثالث إعدادي، ثم عندما بدأنا في مرحلة الثانوية أراد الله أمرا آخر وجاء الوضع القائم الآن، ونحن لا نعترض عليه وإنما نعترض على تصرفاته تجاه التعليم الديني. وبدأت القصة بإلغاء إدارة التعليم الديني، ثم محاولة إلغاء إعداد الديني والنظر في المقررات، وهذا موضوع أكيد تابعتموه جميعا، وإنما هو من باب السرد. فيما يتعلق حقيقة في بالمناهج، المناهج في التعليم الديني في السابق كانت تتبع الأزهر الشريف، باعتبار المعاهد عندما فتحت كانت إداريا تتبع الجامعة الإسلامية السنوسية، وهي مقررات يعني متوافقة مع الهوية الدينية الليبية، فكانت الكتب كلها يعني تورد من مصر والإشراف الفني للأزهر. ثم بعد 69 أنشئت إدارة التعليم الديني وإدارة المدارس القرآنية، وهي كانت موجودة في السابق، وأصبحت المناهج مستمرة بطريقتها الأولى إلى أن جاء الدور على هذه المعاهد وألغيت مقرراتها ومناهجها وكتبها. المنارات الشرعية شكل عندما افتتحت أو جاءت فكرة المنارات الشرعية، شكلت لجان من المتخصصين من أبناء هذا الوطن الخيرين، وهم وضعوا تصور لمفردات المناهج بالمنارات الشرعية، واعتمد هذا المنهج، ولكن توقف العمل في هذه المناهج عند اعتمادها وفق القرار رقم 24 لسنة 95، ولم يعني يؤلف أي كتاب أو يطبع أي حتى مذكرة تنفذ هذا المنهج، واضطر القائمون على المنارات حينها إلى الاستعانة بما بقي من كتب المعاهد الدينية ومعاهد القراءات، وألفت بعض المذكرات التي لا تزال إلى هذه الساعة تدرس في القسم الثانوي. وأنا حبيت يوم أرد على السيد الوزير نقول له عندما تتكلم عن المرحلة الثانوية أنتم لم تهتموا بها ولم تطبعوا لها بعض المذكرات اللي هي تنفذ بعض المقررات في بعض السنوات، هي مكتوبة بخط اليد وموجودة من المنارات الشرعية، وكان ذلك هذا هو جهد المقل أن تؤلف هذه المذكرات وتوزع على الطلاب لتغطي احتياجهم منين من المادة العلمية التي يدرسونها. بعد ذلك يعني بقي الموضوع في المنارات إلى أن ألغيت وعلى حالها عندما تم الإرجاع سنة 2011-2012، وعيدت المقررات السابقة، ورأت الوزارة أن تحدث هذه المناهج بتكليف نخبة من الأساتذة والخبراء والمشايخ والفقهاء والعلماء المشهورين في هذا الجانب بأن يضعوا تصور، وهذه هي أول مرحلة في ليبيا يعني يتم فيها اختيار المفردات والمواد الدراسية وتكليف أساتذة لوضع مناهج دينية للمعاهد الدينية والمعاهد الشرعية، ثم تطبع على حساب وزارة التعليم، واستبشرنا بهذا الأمر خيرا. وانطلقت العملية بأن هذه المناهج هي ستكون هي النواة للتأسيس هذا الجيل الذي نطمح أن يكون في المستقبل هم المشايخ وأن يكونوا المفتين والعلماء الذين يؤدون الرسالة أو هذه الرسالة السامية. وسعت اللجان التي اشتغلت في هذه المناهج على أن تكون موافقة للمنهج القائم في هذه البلد والذين افتخروا به منذ 1400 سنة، الذي يمثل الوسطية والاعتدال ويمثل الهوية الدينية الليبية والموروث الثقافي الليبي، ويؤصل تأصيلا علميا صحيحا، ويربط النشأ يعني حاضر النشأ بتراثه وبأصله، ويعني يحافظ على أغلى ما نملك وهو هذه الهوية التي إن سرقت منا وإن ضاعت ضعنا، لأن يعني الجانب الفكري والجانب العلمي والجانب الديني هذا أخطر جانب، أخطر من الجوانب الاقتصادية والعسكرية وغيرها، ومن ثم التفريط فيه هو تفريط في الهوية وتفريط في البلد. هذه المناهج حقيقة قامت على وسطية في وضعها وفي اختيارها وفي تأليفها، ولا أدل على ذلك أن الوزارة عندما وقع خطأ في كتاب كان مقرر في مادة الثقافة الإسلامية في المرحلة الثانوية، هي عبارة عن جزئية وكتاب مؤلف قديم سنة 2002-2003، شدوا فيها قضية اللي هي الجهاد ما الجهاد، ولو أنهم وجدوا في هذه المقررات اللي هي تم إعدادها سنة 2015-2016 ورجعت واعتمدت من الحكومة آنذاك، بل واعتمدت من الحكومة ووزارة التعليم القائمة الآن، هذه مطبوعة سنة
2015-2016 تحت اسم وزارة التعليم، فهي اعتمدت هذه المناهج وهي مناهج لا خالية مما يدعو إلى التطرف أو إلى التحيز إلى توجه معين، وإنما هي حقيقة تمثل هذه الهوية وتمثل هذا الطابع الديني الموجود في هذا البلد، والذي يشهد له الجميع بأنه طابع معتدل ووسطي. وأنا أريد أن أنبه هنا إلى نقطة، يعني أن قديمة ليبيا عندما حافظت على هذه الهوية رغم الظروف التي مرت بها الأمنية والسياسية والاقتصادية، تمسك أهلنا وعلماؤنا السابقون بهذه الهوية، حتى إن ليبيا في فترة معينة سميت بالمدينة الثانية تشبيها لها بطيبة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، لكونها منشأ مذهب الإمام مالك ومقرأ الإمام نافع، وهما اللذان انتشرا في هذه البلاد، ومن ثم سميت ليبيا دون غيرها من أقطار العالم العربي والإسلامي بالمدينة الثانية تشبيها لها بالمدينة المنورة، لأنها أخذت مقرأ الإمام نافع متمثلا في راويه قالون وورش ومذهب إمام دار الهجرة. الحقيقة ما نراه الآن هي ليس مسألة يعني اعتراض على قانون وعلى لوائح، وإنما هي مسألة يبدو أن هي فيها توجه نحو طمس هذه الهوية بطريقة أو أخرى، ويعني استغلال لبعض نقاط الضعف ولبعض التجاذبات سواء كانت الفكرية أو السياسية أو غيرها لمحاولة الاستفادة منها في القضاء على هذا الجانب. وللأسف أن التعليم الديني حتى بعد التضحيات التي قدمت في فبراير تعرض مرتين، المرة الأولى نجحنا في أن يعني نوقف عملية الإلغاء، والمرة الثانية نحن الآن نسعى ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. في 2013 في عهد يعني الحكومة الانتقالية، وكان وزير التعليم أظن اسمه الدكتور علي عبيد أو هكذا، يعني رأى أنه لابد أن توقف الثانويات لعلة عدم وجود مناهج وعدم كذا. يا أخي هذه مناهج موجودة، وبعد سجال ولقاءات عدة وصلنا إلى اتفاق أن تستمر وأن تشكل لجان لاعتماد هذه المناهج، ثم تغير الوضع مرة أخرى، وفرحنا بما تم في عهد حكومة الإنقاذ وفي عهد وزارة التربية والتعليم من اهتمام بالتعليم الديني وإصدار قوانين وإعداد مناهج. ولكن أسف يبدو أن الآن رجعنا إلى المربع الأول، إلى هي قضية مسألة الإيقاف والإلغاء والاعتراض على هو القائم. نعم. والنقطة المهمة، يعني من يريد الإصلاح لا يتجه إلى أن يلغي أو أن يوقف، وإنما يأخذ الإصلاح تدريجيا. يعني هناك ملحوظات على مقررات في كثرتها، في كمها، في مضمونها، في وضعها التسلسلي، هذه تؤخذ تدريجيا وتصحح. وأنا دائما أتكلم عن نقطة مهمة، أن الأزهر له لجنة دائمة تسمى لجنة مراجعة المناهج، كل 4 سنوات تعد تصورا، لكن الدراسة في الأزهر الشريف لم تتوقف ولا سنة واحدة منذ أكثر من 100 أو 150 سنة، وهذا للحفاظ على هذا الجانب المهم، لأن قضية زعزعة أو فقد الثقة في التعليم الديني تحتاج إلى فترات طويلة فيش ترجع ثقة الناس مرة أخرى، وهذا ما عاصرناه عندما ألغيت معاهد القراءات ومعاهد الدينية، ثم جاءت بعد حوالي 10 سنوات المنارات الشرعية، بقيت فترة بيش الناس اقتنعوا بها وأقبلوا عليها ورأوا أن نتائجها اعتمدت وأن خريجيها قد وجهوا إلى الدراسة بالجامعة الأسمرية، فهذا أمر مهم. فيما يتعلق بالمناهج، أنا أرى أن يتم التركيز فيها على أو في هذا المحور التعليمي يتم التركيز فيها على الاهتمام بما يتعلق بالهوية بأركانها الأربعة التي أشرنا عليها، وهذا خط يجب أن ندافع عليه جميعا إذا كنا نعم ننتمي إلى هذا الوطن، ولا أما إذا كنا نرؤية أخرى فكل واحد حر في توصيفه لهذا الأمر. الأمر الثاني هي النظر في مضمونها من حيث تكوينها وتأسيسها لمن يدرس هذه العلوم ليكون مؤهلا في مرحلة أخرى، لمرحلة الجامعية ومرحلة الإعداد الإفتاء وغيرها، بحيث يعني يأخذ العلوم تأصيلا دقيقا من الأول، لا يهمني الكم أو الكثرة أو التعدد في المعاهد أو في الطلاب، وإنما الكيفية والنتيجة هي الأهم في هذا الجانب. أنا أظن في أشياء كثيرة هي حقيقة محاور قدامي، لكن أظن حتى الوقت الدكتور بيقول لي أنه هو قارب، فإذا كان في إضافة يمكن نضيفها في الحوار بعد ذلك. تفضل دكتور. شكرا دكتور محمد على هذا الإيجاز وهذا العرض الكافي الموفي بجوانب الموضوع، وإن ندت بعض النقاط ستعرض في نقاش ثاني بإذن الله تعالى. نتحول الآن بسرعة إلى زميلنا الدكتور فوزي الغرياني ليدلي بدلوه في هذا الموضوع. شكرا. شكرا دكتور محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدنه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يشرفني الحديث إلى هذا الجمع الكريم في هذه المناسبة العظيمة،
وفي الحقيقة لن أضيف كثيرا على ما تفضل به أستاذنا الدكتور محمد المغربي الذي كان معنا في إدارة التعليم الديني، يعني ما كلف بشيء إلا كان يعني ملبيا في أسرع وقت، فجزاه الله عنا كل خير. فقط الغرض من حديثي هذا التأكيد على ما كثير مما تفضل به الدكتور محمد المغربي، بس بشيء من التفصيل وذكر الأسماء والمسميات. أول شيء مقررات التعليم الديني في مرحلة التعليم الأساسي، طبعا الحديث هنا على مرحلة التعليم الأساسي التي يراد لها التطوير، ونتمنى أن يكون الغرض هو التطوير، لكن حتى نبين بعض الحقائق بالأسماء والأرقام. أول يعني كان عقدت وزارة التربية والتعليم في فبراير، بدأ من 1 فبراير إلى 8 فبراير سنة 2015 ورشة عمل لدراسة المقررات الدراسية وكيفية تطويرها، ومن بين اللجان التي شكلت هي لجنة للتعليم الديني، كنت أحد أعضائها، وأذكر لكم بعض الأسماء من الناس المختصة بالتعليم الديني على رأسهم الدكتور محمد مصباح المغربي، الأستاذ محمود الصريتي وهو متواجد معنا هنا وجزاه الله عن التعليم الديني خيرا، وقد كان رئيسا لقسم التعليم الديني بإدارة التعليم الثانوي سابقا، وبقي سنين عديدة مديرا لمنارة أو مدرسة براوي للتعليم الديني، وهو شخصية معروفة في هذا المجال. وأيضا كان معنا الدكتور علي سليمان الزوبي وهو أستاذ جامعي معروف على مستوى جامعة طرابلس وربما حتى على مستوى الجامعات الليبية، الدكتور عصام الصاري وهو شخصية معروفة، الدكتور محمد خليل المزغي وهو معروف وهو أستاذ جامعي بجامعة الزيتونة وعضو في لجنة الزكاة بأوقاف طرابلس، لا أدري هل ما زال مستمرا أم لا، وهو شخصية معروفة، ووالده رحمه الله من المفتين المعروفين في ليبيا. ومعنا الدكتور خالد حمزة أبو فارس وهو شخصية معروفة وابن لشخصية معروفة، والأستاذ محمد عبد الجليل وهو شخصية معروفة في مصراتة وبل في كامل الوطن، هو خبير وموجه سابق للتعليم الديني. ومعنا أيضا أستاذ صلاح الفتوري التمتام وهو متواجد معنا أيضا، أستاذ متخصص بمنارة أبي راوي في تاجورا، والأستاذ أكرم علي أستاذ قراءات وخبير في التعليم الديني، والأستاذ عبد القادر ديهوم وهو معلم القرآن الكريم ومفتش في تربوي مكتب التفتيش تربوي بإزليتن. هذه هي اللجنة الأولى التي تشكلت لدراسة التعليم الديني والخروج بتصور، وقد خرجت هذه اللجنة بتصور وقد حولته للمسؤولين في ذلك الوقت، تصور للتعليم الديني في مرحلة التعليم الأساسي، موجود معي صورة منه، يعني يحوي مدة الدراسة والهدف العام والهدف الخاص وشروط القبول والجدول الأسبوعي وحتى المواد الدراسية بل ومسمياتها والأوعية الزمنية لها. وللعلم فقط المواد الدراسية تنقسم إلى 3 أقسام، مواد تخصصية وهي القرآن الكريم والعقيدة والتفسير والفقه وتهذيب السلوك والحديث الشريف والسيرة النبوية والنحو والصرف والمطالعة والنصوص والإملاء والخط والتعبير، ومواد عامة وهي جميع المواد العامة التي تدرس في التعليم الأساسي العام من الرياضيات وعلوم وتاريخ وجغرافيا وحاسوب ولغة إنجليزية، إلا أنها يعني قد تم يعني تقليل فقط الأوعية الزمنية لها يعني حتى لا تتعارض مع الأوعية الزمنية المواد التخصصية، لكن أقل ما يدرسه الطالب من هذه المواد العامة حوالي 65% أو ثلثين من هذه المواد، بل بعض المواد يدرس الطالب 100% مثل مادة الحاسوب و75% على الأقل مثل مادة اللغة الإنجليزية. والغرض من إدراج هذه المواد التخصصية أمران، الأمر الأول إتاحة الفرصة للطالب عند تخرجه من الثانوية من الإعدادية الدينية أن يدخل الإعدادية العامة، لأن القانون كفل له ذلك، قانون رقم 3 سنة 2015 أتاح له أن يدخل الثانوية العامة إذا أراد أن يغير مساره، لأن القانون نص على أن شهادة التعليم الأساسي الديني تساوي شهادة التعليم الأساسي العام، بالتالي هذا من ناحية. الناحية الثانية يعني تنويع ثقافة لدى هذا الطالب حتى يعني لا يكون فقط يعني متخصص في العلوم الشرعية فقط، يكون له من كل علم نصيب. ثم في مواد أخرى سميناها يعني من باب المواد الترفيهية، وهي مادة النشاط ومادة المكتبة ومادة التربية البدنية، وأحلنا هذا إلى المسؤولين في ذلك الوقت وقد أقروا ذلك. وعلى منوال هذا التصور بدأنا التأليف وكتابة المناهج. هذا التصور يحوي حتى
المواد الدراسية والمقررات الدراسية في كل مادة، كل مادة في كل مادة. بعد ذلك وزارة التربية، وزارة التربية والتعليم في ذلك الوقت شكلت لجنة لكل كل ذلك في سنة 2015، شكلت لجنة لدراسة ووضع المقررات الخاصة بالتعليم الديني. ومن الأسماء الموجودة في هذه اللجنة الأستاذ الدكتور محدثكم رئيس الجلسة الأستاذ الدكتور محمد مصطفى بالحاج، والدكتور علي سليمان الزوبي، دكتور مختار بشير العالم، دكتور عصام الخمري، دكتور محمد خليل المزغي، دكتور المرحوم رحمه الله تعالى دكتور نادر السنوسي العمراني، دكتور إبراهيم محمد عظام، الدكتور عبد الحكيم أحمد بوزيان، أستاذ طلال خليفة الدريبي، كثير، الأستاذ أحمد بشير بوسيفي، أستاذ أسعد الهمالي، أستاذ صلاح الفتوري التمتام، الأستاذ عبد القادر محمد بوزدالة، وهنا هنا أحييه المدير السابق لمركز المناهج والبحوث التربوية لما وجدناه منه من مساعدة وعون تام. الأستاذ معنا الأستاذ عبد القادر جزاه الله عنا كل خير، والدكتور محمد عمر بن حسين، دكتور خليفة بديري، دكتور صالح سليم الفاخري، دكتور محمود فتح الله، الدكتور رضا جبران، دكتورة نجاة الهمالي، دكتور خالد العود. هذه تم تشكيل هذه اللجنة في 5/11/2015 من قبل وزير التعليم، وعدت اللجنة يعني اشتغلت اللجنة والتقت في عديد من اللقاءات، ويعني بعضها قدم مشروعا وتصورا، وعلى ضوء هذه اللجان تم تأليف المناهج وتم تعديل بعض المناهج. نحن اشتغلنا في الحقيقة على مناهج التعليم الأساسي بداية حتى نثبت هذا التعليم في هذه المرحلة المهمة، ومن ثم انتقلنا لتغيير بعض المناهج في المرحلة الثانوية، والحمد لله استطعنا في مرحلة وجيزة أن نخرج بالحمد لله عدد كبير عدد من الكتب ومن المناهج، يعني وكلها كما هو كما أراكم الدكتور محمد المغربي كلها معتمدة من مركز المناهج بوزارة التعليم، مكتوبة هنا أو يعني يمكن أن حتى يعني ترى في على الشاشة مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية. هذا مادة العقيدة للصف السابع، وهذا مادة التفسير للصف السابع، مادة جديدة ولأهميتها تهذيب السلوك للصف السابع، مادة التفسير للصف الثامن. ويلاحظ شيء آخر أنها ممهورة باسم وزارة التعليم، كانت تسمى في عهد حكومة الإنقاذ وزارة التربية والتعليم، لما جاءت الحكومة الحالية تغير الاسم إلى وزارة التعليم، وهذا دليل يعني آخر لنا أنها معتمدة من وزارة التعليم الحالية وليس وزارة التربية والتعليم. هذا الفقر الثامن اللي هو الصف الثاني إعدادي، الحديث الشريف للصف الثامن، أيضا الفقه للصف السابع، وكلها معتمدة الحمد لله من مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية. كنا كلما أنهينا شطر من كتاب نحول، أو كلما أنهينا كتاب نحوله على مركز المناهج، وتفضل مركز المناهج مشكورا بطباعة هذه الكتب وتوزيعها، ولا شك أنها رجعت ونظر فيها، ولو كان فيها أي خطأ لكان وردتنا تقرير، وقد وردتنا بعض التقرير على بعض الأخطاء المعلومات يعني، والحمد لله أحلنا الملاحظات للمدارس. وشيء آخر، ربما قيل بأن الخطة الدراسية غير معتمدة من وزارة التعليم أو المدارس، قبل ذلك المدارس ما فيش تواصل بين المدارس ووزارة التعليم. هذا خطاب مني للسيد المحترم مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية في حكومة الحالية، الحكومة حكومة الوفاق، وفي 15/1/2017 أحلت من خلاله عدد المدارس وأماكنها وتبعيتها ونوعها، وهل هي تعليم أساسي أو تعليم ثانوي، وهل هي للطلاب فقط أم للطلاب الذكور والإناث، إلى غير ذلك من التفصيلات، وأحلنا حتى عدد الطلاب. وللعلم عدد الطلاب للتعليم الديني في ليبيا حتى سنة 2017 ليس كبيرا، عدد حوالي 1500 طالب بين الثانوية والإعدادية، منهم 1200 في ذلك الوقت في المرحلة الثانوية، وحوالي 300 وأقل من ذلك قليلا في المرحلة الإعدادية. الاعتماد الخطة الدراسية، الخطة الدراسية معتمدة من وزارة التعليم، يعني عندي الآن هنا هذا الدليل على اعتماد الخطة الدراسية، عليها ثلاث توقيعات، توقيعة مدير مركز المناهج العلمية والبحوث التربوية،
وتوقيع الوزير وتوقيع مدير إدارة التعليم الديني. ثلاث توقيعات كانت لابد أن تحملها الخطة الدراسية، وهذه خطة دراسية التعليم، خطة دراسية للتعليم الثانوي، وفي ذلك وأيضا خطة دراسية للتعليم الإعدادي في هذا المستند. بقي أن أنوه إلى أن مع الحمد لله هذا المجهود الكبير، إلا أننا لم نستلم أي قرش صح التعبير على هذه التأليفات. وأتكلم عن نفسي شخصيا، أنا كنت إما مؤلف لبعض هذه المؤلفات أو مراجع أو منسق إلى غير ذلك، والله لم نستلم أي قرش، إن شاء الله يكون ذلك لوجه الله. مع أن المفروض أننا يعني على الأقل اللجنة التي معي والتي يعني بارك الله فيها تشرفت بكتابة هذه المناهج وبمراجعتها، كان يفترض أن يخصص لها مبلغ يعني تشجيعي. هذا ما أردت قوله، ومستعد أو استعد لسماع أسئلة في هذا المجال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشكر أخانا الدكتور فوزي على ما تفضل به وقام بعرضه موجزا بينا واضحا بعون الله تعالى، وأكثره تفصيل وتأكيد لما سبقه به زميله الدكتور محمد المغربي. ونفتتح الآن، نبتدي بعرض الأسئلة أو الاستفسارات من قبل إخوتنا الموجودين الآن. فمن منكم لديه أي استفسار يكتبه هذا الأفضل، أو يقوم الآن بنتيح له الفرصة لأن يسأل ويحاور بعون الله تعالى. هل من محاور أو من لديه سؤال؟ أيوه الأستاذ عبد القادر، مرحبتين، أهلا وسهلا. الأستاذ عبد القادر أبو جلالة، المدير السابق لمركز المناهج التعليمية، فليتفضل. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. الحقيقة بعد تلقيت الدعوة للمشاركة في هذه الورشة رأيت أن من واجب الديني والشرعي الحضور وتحمل متاعب السفر للتأكيد على ما أشار إليه الأستاذان الفاضلان الدكتور فوزي والدكتور محمد من اعتماد التعليم الديني واتباع كافة الخطوات التي يجب أن تتبع في تأليف المناهج، من إعداد التصور إلى تكليف لجان بالتأليف إلى مراجعتها إلى طباعتها والتدقيق فيها أيضا، ثم بعد ذلك توزيعها على التلاميذ طلابنا، ووزعت هذه الكتب على جميع المدارس الدينية، ولم تأتينا أي ملاحظات بخصوص الكتب التعليم الديني. والحقيقة يعني عندما نتكلم عن التعليم الديني بين التنظيم والإلغاء، فأنا كنت نتمنى من دولتنا أن هي تسعى إلى توحيد التعليم الديني، ولا فكرة إلغاء التعليم الديني هذه يفترض لا تكون موجودة في أذهان المسؤولين. وبالتالي يعني نحن في حاجة فعلا إلى توحيد التعليم الديني في البلاد، لتوحيد الفكر والحفاظ على الهوية الدينية كما أشار الدكتور محمد المغربي. من أنا تخصي ليس تخصي في الدراسات الإسلامية، وإنما تخصي في المناهج وطرق التدريس. إذا أردنا توحيد التعليم الديني فعلينا نضع مناهج، هذه المناهج يجب أن تكون منبثقة وفق أسس، هذه الأسس هي الأساس الثقافي لمجتمعنا، الأساس المعرفي، الأساس النفسي، والأساس الفلسفي السائد في المجتمع. وبالتالي يجب أن يكون أي تعليم ديني مطروح في البلاد يتماشى مع عاداتنا ومع موروثنا الثقافي ومع أيضا استعداداتنا المعرفية لذلك. فأؤكد على ما كما ذكرت ما أشار إليه الدكتور فوزي من اعتماد الخطة واعتماد المناهج، وتم ذلك بكل سلاسة في عهد حكومة الإنقاذ. والحقيقة أن نستغرب في عهد حكومة الوفاق، يعني هذه ثالث إشارة إلى ما لا أريد أن أقول عدالة التعليم الديني، ولكن ما يكن للتعليم الديني في 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 ظل هذه الحكومة، سواء من بداية من إلغاء إدارة التعليم الديني إلى محاولة الزج بعبارات تدعو إلى العنف ونسبت إلى حكومة الإنقاذ ظلما وبهتانا أو زورا وبهتانا. هذا ذاك الكتاب الذي أشاروا إليه في السنة الماضية لم يطبع في عهد حكومة الإنقاذ ولم يدرس، وإنما طبع العام الماضي فقط. والعبارة التي وردت لي فيه كما أشار الدكتور هي الكتاب، يعني هو كتاب قديم مطبوع منذ 2007 تم الاستعانة به في ضمن المناهج، كانت هذه الفقرة من ضمن فقراته. وأنا حقيقة أحتاج إلى تحقيق في الموضوع،
كيف ظهرت هذه الفقرة في الكتاب وكيف أمكن الوصول إليها قبل أن يصل الكتاب إلى التلاميذ نفسهم يعني. شكرا سعد القادر على ما تفضل به، ونعطي الكلمة لزميل آخر لمتكلم آخر. تفضل حضرتك. نعم تفضلوا تفضلوا. السلام عليكم. نعم تفضلوا. حضرة الأستاذ حميدة، والله أنا أستحي أن أتكلم في حضرة العلماء وحضرة العباقرة، لكن يعني ملاحظة بسيطة، يعني الذي يجري الآن لا يخفى على أحد أن الذي يجري من ورائه الغرب. الغرب يعني عنده معاهد تحت الأرض لدراسة خلفية الشعوب، وهم يعرفون الإسلام جيدا ويعرفون ماذا يعني الإسلام بالنسبة لهم. بعد سقوط حلف وارسو وسقوط الاتحاد السوفيتي، يعني الآن الخطر الأعظم هو الإسلام، ولذلك يجب أن نقدم الإسلام للغرب بلغتهم. وأنا أقترح اقتراح بسيط جدا، مثل إذاعة التناصح يجب أن يكون فيها أناس يتكلمون الإنجليزية بطلاقة، ويبعثون برسائل الغرب أن الإسلام هو دين سلام، دين محبة، دين أخوة، دين وحدة، وينفوا عنا تهمة الإرهاب وما إلى ذلك. وشكرا وبارك الله فيكم. شكرا. أشكر أخانا العزيز على ما تفضل به من ملاحظات، ولا شك أن قضية توصيل الإسلام إلى الآخرين هذه يعني رسالة يعني مهمة جدا وقضية كبيرة. الآن مشكلتنا في الداخل، يعني نحن المسلمون في أنفسنا في الداخل هي لم نتفق خاصة في بلادنا كيف نتعامل مع هذه الرسالة، مع يعني مع أساسنا جوهرنا وهو الإسلام. هذه القضية. بارك الله فيك. طيب هل هناك من مسلم آخر؟ نعم الأستاذ، كان هناك من يريد الحديث؟ الأستاذة اتفضلي، يعني ممكن تعطى نعم مكبر الصوت. بسم الله، السلام عليكم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وحبيبنا رسولنا. أنا أفتقر كما تفضل السيد لأمامي أني أتكلم في حضرة جلة من علمائنا. أنا أريد أشارك مشاركة بسيطة، هي عبارة: أنا خريج ماجستير من جامعة لينكولن ماليزيا، وكانت باسم أو تحت عنوان تعزيز الأخلاق في منظمات الوقف. كانت المشكلة أو الاستبيانات اللي أنا مثلا قمت بالاستناد عليها لنقوم بالرسالة، كان المحور الأساسي فيها هو الأخلاق. من خلال تجارب الحياة معي، من خلال ما أنا شفت مثلا في تجربتي، من خلال السفرة هذه اللي أنا قمت فيها في دراستي، للأسف الشديد نحن نفتقر للأخلاق. نحن نتكلم الآن في هذه الورشة على الثانويات. أريد أن أنبه أن المرحلة الثانوية مرحلة رجال ونساء، ليس من الصعب، لكن أكيد الإنسان حيتعب باش يغير الاتجاه متاع الإنسان اللي في مرحلة العمر هذه. في نقطة تانية بالنسبة للمناهج الدينية اللي هي في التعليم المرحلة الأساسية، تعتبر ضعيفة جدا جدا جدا، كأحاديث يعني حتى صور القرآن تعتبر بسيطة، وإن كانت في المرحلة الإعدادية أو في المرحلة التعليم الأساسي. أفضل أو أنوه أن تقوى هذه المناهج، سواء كان في التعليم العام أو في التعليم الديني. يعني الإنسان الطالب لما يقرأ في المدارس التعليم العامة، يعني هل لا يكون له نصيب في الدين أن يتعلم دينه يعني بطريقة صحيحة أو بدسامة؟ أنا من وجهة نظري أن نحن نساوي
نساوي المناهج الدينية في المراحل الأساسية أولاً، لأن هذه مرحلة النشأ، هذه المرحلة اللي إحنا بنرتكزوا عليها في مستقبل بلادنا. وشكراً. شكراً لابنتنا العزيزة على ما تفضلت به وما أشارت إليه قضية التركيز على هذه المراحل. طبعا هذا موضوع تناولته كثير من الملتقيات، أنا شخصيا شاركت في ملتقيات في تونس وغيرها بخصوص التربية الإسلامية بصورة عامة، وهو المفهوم الأشمل للتعليم الديني. لكن مشكلتنا في الواقع هنا هي هذه الصراعات السياسية التي تنعكس على خياراتنا. فهل فعلا ننجح في أن نصل نقتنع بضرورة أن نقدم الإسلام الصحيح بالقدر الصحيح؟ هذه مشكلتنا اليوم إن شاء الله. هل هناك من اقتراح آخر؟ تفضل أستاذي، تفضل. لا أنسى طبعا لدينا كلمتان للأستاذ علي فريفر مدير مدرسة الزروق بعد الأستاذ، وفيه أيضا الدكتور غيث. أيوه، فمعذرة أنا يعني تفضل حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ، السؤال للدكتور محمد المغربي. نحن لو رجعنا إلى الخلف قليلا يعني، ويعني ما يسمى بالعصر النهضوي، يعني كان هناك أصوات يعني رفعت يعني من نصف قرن تقريبا بإصلاح الأزهر قلت لو رجعنا إلى الخلف قليلا يعني من نصف قرن تقريبا، هناك يعني شعارات رفعت يعني من نصف قرن تقريبا يعني حول الدعوة إلى إصلاح الأزهر وكذا، وهذه الأصوات يعني لم تقابل بأنها كان غرضها ومرادها هو الإصلاح، وإنما قوبلت بأنها كان مرادها هو ضرب الهوية وضرب كذا، يعني مثل الأستاذ الرافعي ومحمد حسين وغيره، محمود شاكر، كلهم يعني حكموا عليها بهذا الحكم يعني. فهل التاريخ يعيد نفسه أم ماذا يعني؟ هي دعوة الإصلاح هذه طبيعي ينظر إليها يعني في نظرينها أقل شيء، يعني إلى الشخص هل هو بالفعل يعني له انتماء حقيقة إلى مثلا هويته أو إلى مذهب أو إلى الجانب الذي يدعو إليه، أو أنه هو مؤدلج. يعني أنت الآن يعني سامحني، هذه القصة قصة الإلغاء، هناك بعض طيارات تحاول أن توظفها أمانة هكذا لصالحها بغض النظر، لكن أنا هذا ما أراه أن هناك من يقوم بالإصلاح. نحن محتاجون، نحن لما تكلمنا على أبسط نقطة في الإصلاح قلنا أن الأزهر له لجنة دائمة كل 4 سنوات تعيد وتطور هذه المناهج. المسألة الآن عندما تتكلم أنت والله على قضية تطوير مناهج التعليم الديني، يعني نحن الآن في عمر بعد الثورة لم يتجاوز 8 سنوات، قدمت عدة مقترحات، شكلت لجنة في 2012، ذكر كان فيها الدكتور خالد بوفارس ومجموعة، لم أكن موجودة في ذلك الوقت، كنت في مصر. الجامعة الأسمرية عقدت مؤتمرا، كلفت الدولة الليبية كثيرا، سمته التعليم الديني في ليبيا النظامي في ليبيا الأساسي والمتوسط، التصورات وآلية التطبيق أو آليات التطبيق، وشارك فيه نخبة من الأساتذة على مستوى العالم العربي، وخرج بتوصيات ووضع تصور مناهج، وشكلت لجان وأحضرناه برسالة رسمية من الجامعة الأسمرية في 2013، سلمنا إلى السيد وزير التعليم في الحكومة الانتقالية حينها وضرب به عرض الحائط وبقي كما هو. شكلت بعد ذلك اللجنة اللي هي في 2015 واشتغلنا فيها. الآن تقول لي سأشكل لجنة ثانية، يعني ما هي الإشكالية؟ خلينا نتفق على قاعدة، إذا كان نحن تفهمنا على أن هذه الهوية، ما هو الخلل الذي يحتاج إلى إصلاح في المناهج؟ تفضل. لكن أن كل من يأتي غيب 6 أشهر ويجينا وزير جديد والله حكومة جديدة، لا والله نبغى نعيد النظر. إذا نحن نرجع مرة أخرى إلى المسألة اللي قلت عليها أنت، وهي الرجوع إلى أو يعيد نفس التاريخ. يضاف إلى ذلك ما ذكره بعض الأخوة، هناك ضغوط خارجية أو غيرها، لكن حقيقة بالمقارنة بغيرنا الدول الأخرى مستقر فيها التعليم يطور يحدث بإضافة مواد حذف مفردات غيرها، لكن مش بالطريقة اللي هي. إذا نحن لم يستقر للأسف التعليم الديني في ليبيا عمره 66 سنة، لم يستقر فيها فترة يمكن قليلة من 55 إلى 69، وبعدها كل دخل في تقلبات. ما هي الدوافع؟ لا أدري، بعضها قد يكون دينية إيديولوجية، بعضها يكون سياسية، بعضها أمنية، بعضها داخلية، بعضها خارجية، هذه كلها موجودة عندما تجتمع تسبب هذا الموجود. ولا شك أن يعني نية الإصلاح أظن لا تطبق بهذه الكيفية، تؤخذ بصورة واضحة وتعرض الأفكار وتقدم الـ 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 الـ
المقترحات، ومن ثم لا مانع من الإصلاح. الإسلام صارح لكل زمان ومكان، والتطوير والتحديث هذا مطلوب في كل شيء. شكرا دكتور محمد. أمامي ثلاثة أسماء، أولا فضيلة الشيخ دكتور غيث الفاخري، يلي بعد ذلك الأستاذ علي فريفرت، ثم لدي أيضا الفرصة لندعو الأستاذ إسماعيل عبيد أيضا إلا بصوته. نبتدي بفضيلة الشيخ غيث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أولا يعني أشكر الأخوين الكريمين ومن كان بينهما وسطا فيما أعطينا من معلومات عننا، ولكن أريد أن أنبه إلى نقاط، أتكلم عن نقاط محددة يعني لابد أن تكون من ضمن ثقافتنا ومفهومنا. فيعني أولا صرنا في بلاد المسلمين وفي ليبيا على الخصوص موقفنا دائما هو الدفاع عن الإسلام، ندافع فقط، كان الإسلام هو المتهم ووظيفتنا أن نبرئه من التهم، ليس وظيفتنا أن نقدمه للناس على ما هو عليه. وهذا حصره في أنه هو المتهم بالإرهاب وبالتخلف وبكذا، هذه التهم دائما يعني تجعلنا نتقوقع في مكاننا لا نسير إلى الأمام. ثم الأمر الآخر تفرض علينا أن ندخل في تنازلات وتنازلات لا ينبغي التنازل عنها. الأمر الآخر الوسطية التي تطرح الآن في كل مكان، وكل من يتكلم منا يتكلم عن الوسطية، فهل الإسلام فيه طرفان ووسط أم الإسلام هو واحد شيء واحد؟ الإسلام شيء واحد. أنا أقول الإسلام كالكوب أو كالماء يتغير بلون إلى إنائه، فوضعته في إناء أبيض شفاف يبقى على حقيقته كما هو، وإن وضعته في إناء أسود كوب أسود تراه أسودا، أو أحمر تراه أحمرا. فهذا الإناء أو هذا الوعاء هو الفكر الذي يحمله، هو فكر هذا الإنسان. إذا كان فكره دموي سيظهر الإسلام أحمر، وإذا كان فكره أسود سيظهر كذا. ولكن الإسلام هو هو، ليس فيه وسط وليس فيه طرفين، فإنما هو إسلام واحد. فينبغي أن نشرح ونقدم هذه الفكرة حتى نبين الحقيقة على ما هي عليه. الأمر الآخر من الأشياء أي أهمية التعليم الديني في تثبيت الهوية الإسلامية، وهذه الهوية ليست لليبيا فقط، وإنما هي هوية الإسلام للأمة جميعا. غاية ما في الأمر أن البلدان تختلف في أعرافها وعاداتها وفيما درجت عليه من يعني أخذها لفقهها وتعليمها. في هذه البلاد كان المذهب المالكي مثلا، وعند إخواننا في الجبل عندهم مذهب الإباضي مثلا، وفي غيرها هناك المذهب الحنفي، وهكذا. هذه مذاهب فقط، والخلاف بين المذاهب لا يعد خلافا، وإنما هو يعني يعود إلى الاجتماع. فبالتالي يعني تثبيت الهوية هذه لكل الأمة وليس فقط للليبيين. ثم هذا التعليم لابد أن يعني يعم كل مراحل التعليم، لأننا بحاجة ماسة إلى أن نصوغ النشأة صياغة صحيحة كما أراد الله سبحانه وتعالى، أن نوصل الفكرة إليه توصيلا كما فهمناها عن الشارع الحكيم، كما نقلت إلينا عن السابقين، هكذا أن نوصل لهذه الفكرة ليعيشها بنفس العقلية التي عشناها نحن وعاشها من أخذنا عنه، وهكذا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. فلا بد يعني بالتالي ينبغي أن يكون التعليم في كل المراحل، أو على الأقل يعني التربية في كل المراحل أن نركز عليها، ليس فقط في تعليمنا مدارسنا وجامعاتنا، وإنما في إعلامنا وفي لقاءاتنا، حتى نكون نشأة هكذا متكاملا. نحن نعاني في بلاد العرب والمسلمين، نعاني معاناة كبيرة من الفساد الإداري والفساد المالي،
والتخلف نوجز حاضر والتخلف والتخلف حاضر والتخلف الفكري نعاني من هذا كثيرا. لو أننا أحسننا تربية النشأ لكان عندنا القوي الأمين الحفيظ العليم هكذا كان عندنا هكذا. هذه من باب التربية. الأمر الآخر يعني لماذا يعني الإرهاب يوصف بأهل السنة خص بأهل السنة وصنع عند أهل السنة؟ من الذي صنعه؟ من الذي شاء به؟ ولماذا صنعه؟ وماذا يريد من وراء ذلك؟ هل كنا نسمع بإرهاب قبل العقدين الأخيرين؟ ما كنا نسمع بالإرهاب. هل هذا الإرهاب له تعريف محدود محدد بحيث نسقطه على كل من يقع فيه؟ أم أنه أمر هلامي تركوه بدون تعريف لم يتفق على تعريفه حتى الآن؟ هلامي فصار نعم صار أمرا هلاميا يسقط على من يشاء يعني إلباسه بهذا الأمر. طيب هذا الأمر أيضا يعني عدم أو هذه الصناعة وعدم التعليم الصحيح أوقعنا في إشكالين عظيمين. فإن أردنا أن نعترف بقضية الوسطية والطرفين فالطرفان هما التكفير والتبديع والتضليل، هذان الطرفان. هل هما الإسلام الصحيح؟ هل هذا فهم علماء الأمة؟ هل هذا ما جاءنا عن المعصوم عليه الصلاة والسلام؟ أبدا. هذا ما جرت عليه المذاهب؟ أبدا. وإنما هذا صناعة أخرى، صناعة أخرى. فينبغي أن تضع الدولة يدها على التعليم في كل شيء، لا أن تترك. الآن فيه مدارس في كل مكان مناهجها خاصة تعلم كما تشاء. فأتساءل وزارة التعليم لماذا لم تلتفت إلى هذه المدارس التي لا تدري من يعلم فيها ولا ماذا يعلم؟ قد يأخذ المنهج الرسمي في الدولة لكن وأنا مع الطالب في المدرسة أو الفصل 6 سنوات أو 9 سنوات وأنا أعلمه ما أريد أصوغه كما أشاء. فكيف الدولة تغفل عن هذا الكلام وتأتي الآن وتقول أريد أن ننظم التعليم ألغي القبول فيه؟ ها ألغي القبول فيه حتى أنظمه؟ هذه حجة واهية. ثم الأمر الآخر كما طرح الإخوان التنظيم دائما او التحديث او يعني او هذا كله دائما يسير مع بقاء العمليه ماشيه هكذا. الامر الاخر قضيه اصلاح الازهر، انا كنت هناك في التسعينات، كنت هناك في مصر ورايت قضيه الاصلاح يراد بها شيء اخر، تدفيه المناهج. حتى رايت الاقسام العلميه في كليات الشريعه ترفض رفضا قاطعا ما يؤتى اليها به من مشروع المناهج الجديده، يفرغ من محتواه حتى يخرج الطالب بدون علم، وهذا طبعا لا نريده. فبالتالي يعني مثل هذه الأشياء لا بد أن نراعيها في تصورنا في وضعنا لمناهجنا. شكرا. في كتابتها. بارك الله فيكم. شكرا. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. نعم إخوتنا من بقيت أسماؤه الآن نرجو التقيد بدقيقتين كما اقترح علي أن يكتفي كل منا بدقيقتين. الآن دور الأستاذ، لدينا الأستاذ علي فريفر يتفضل أيضا بكلمته. نعم تفضل. قبل أن يبدأ الأستاذ علي فريفر، فقط الأستاذ علي فريفر مدير مدرسة الزروج للتعليم الأساسي بمصراتة وله جهود مشكورة في خدمة التعليم الديني وأحد أبرز تلاميذ الأستاذ المربي الشيخ محمد عبد الله جبور. بس للتعريف بس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشكر لكل الذين قاموا على هذا الجهد الخير الذي نسأل الله تعالى أن يخدم ما نسعى إليه من بناء لهذا النوع من التعليم، وإن كانت المعرقلات كثيرة لكن الذي أتوجه به إلى السادة الحاضرين وأطلب إليهم، وأتمنى أن يكون أحد من الوزارة موجودا. أنا تساءلت بالأمس من المعدين لهذه الورشة هل الوزارة ستحضر؟ هل منهم أذن صاغية يريدون فعلا؟ هم إذا أرادوا التطوير والتنظيم كان يفترض أن يكونوا هم الأولين والسباقين في حضور هذه الورشة. لا أدري إن كان أحد منهم حاضرا أو لا، ولكن يبدو لي أنهم تخلفوا، وهذه عادتهم. لا هم ينظرون كل شيء بالقانون. المشكلة الواقعة الآن نحن على بداية عام دراسي ولا يفصلون عليه إلا 4 أيام. هل في دراسة في التعليم الأساسي؟ يتساءل الناس كلهم. في مدينتي رفعت قضية أمام القضاء
في قرارات الوزارة وفي توجيهاتها. في مدينتي أقيمت الجمعة الماضية خطب منبرية وعقبتها احتجاجات من الناس، من عامة الناس في زاوية المحجوب. يعتزم طلاب المعاهد الدينية والمنارات الشرعية إقامة احتجاجية هذه الأيام. نحن أبناء التعليم الديني الحقيقة شعرنا بأن هناك ظلم صارخ وتعنت وصلف. أنا حضرت المقابلة التي أعدها الوزير صحبة زميلنا وأستاذنا بارك الله فيه محمد المغربي، كذلك اللقاءات التي عقدها الدكتور فوزي مع وكيل الوزارة، كلها تشعر بأنهم يريدون التنفيذ، لا ينظرون إلى ما يقال لهم من نصائح وتوجيهات. مشكلتنا يا سادتي عندنا طلبة في الإعدادي، في ثاني إعدادي وثالث إعدادي، ويريدون إخراجهم. إلى الآن يتمسكون الطلاب بالبقاء. أنا مدير مدرسة، وأنا اسمحوا لي شوية، أعطوني جزء من، أعطوني ثلاث دقائق معلش يعني أضيف لي دكتور لو سمحت. الطلبة اللي معانا هذه مصرين على الاستمرار، ونحن أيضا معهم أكثر إصرارا، لكن إن جاءوا في امتحانات آخر العام، ويذكر الدكتور المغربي في كلامنا مع الوزير ونحن نخاطبه ونترجاه أن يمتحن طلابنا الذين وصلوا إلى مرحلة الامتحان، لم يبقى على الامتحان إلا شهر واحد. نحن مسؤولون أمام أولياء الأمور، أبناؤهم لا يمتحنون كيف يعني؟ هذه تساؤلات كبيرة. أن يدعو هذا الجمع الكريم المتواجد الآن أن يتوجه برسالة واضحة وشديدة وقوية. نحن الليبيين عندنا تعليم موجود ديني، ما هوش نازل لا من السماء كما يقولوا ولا مفقع به طالع طلوع، هذا موجود تعليم سابق، وأحد طلابه موجود بجواري الشيخ حسين الزين. شيخنا الدكتور منصور القباطي قرانا، احنا تلاميذ التعليم الديني، احنا تلاميذ هؤلاء المشايخ الأفاضل. لم يكن فينا من هو ما يسمى بهذه المسميات التي ظهرت. يا أخواننا مخرجات التعليم الديني انظروا إليها، هم الآن يتصدرون المشاهد في الوزارات وفي المكاتب الإدارية وعلى مستوى القضاء وغيره. ثم إننا بحاجة إلى كما جاء في رسالة مركز البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء، نحن نريد أن نبعث من أبنائنا فرقة يتفقه في هذا الدين، لا يقول لي تخصصات ولا واحدة، إحنا لا نبوهم كثرة ولا يعدنا بالكثرة. احنا الكرام قليل، هذا التعليم الديني من قبل كان دائما عدده ليس يضاهي التعليم العام، ولا نريد ان يكون كذلك. هم فرقه لابد ان يتعلم. ما نتمناه عليكم في هذه الجلسه ان تخرج رساله قويه في مضمونها الى الرئاسي وليس الى الوزير، اما الوزير فقد فرغنا منه وعرفنا اتجاهه ووكيله ايضا. أما الكلام فسيكون مع الرئاسي لاتخاذ قرار حازم في هذا الأمر، وخاصة ونحن على أبواب عام دراسي لا يفصلون عليه الكثير. أنا شاكر جدا لإتاحة الفرصة. شكرا دكتور، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نتوجه بالشكر والتقدير لمن وجه لنا هذه الدعوة ومن رتب لهذا اللقاء، لأن أجمل ما نلتقي حوله هو الاهتمام بديننا وبتعليمه بشكل صحيح. وأنا بصفتي مراقب للتعليم ببلدية مصراتة وجدت أمامي ثلاث مدارس للتعليم الديني، وكانت أول زيارة ليهم بعد أسبوعين من استلامي لمهمتي. زرت المدارس الثلاثة خلال امتحانات النقل، واستمعت حقيقة من الشيخ علي وسادة مدراء مدارس الجويري والمحجوب إلى عديد الملاحظات، وأكدوا حقيقة يعني وجود عقبات، أن فيه الاهتمام ناقص شوي بالمدارس، أن اللوائح لا تتناغم مع التعليم الديني، وحتى كان على سبيل المثال الوعاء الزمني
الذي حدد امتحانات النقل من الرابع ابتدائي إلى الثاني ثانوي بالفترة من 20 إلى 28/6 في ذلك الوقت. احنا في مصراتة تجاوزنا بدينا يوم 19 لأن أدركنا لو بدينا يوم 20 ممكن نأتي في يوم نضطر ندير 3 مواد، وبالتالي من وضع حتى جدول الامتحانات ألا يدرك عدد المواد. فالحقيقة تحس أن الموضوع محتاج تنظيم. وعلى هذا الأساس عقدنا اجتماع يعني بعد انتهاء الامتحانات بحضور مدارس مدراء مدارسنا 3 والمكاتب ذات العلاقة والمفتشين مكتب التفتيش التربوي، وتدرسنا عديد الملاحظات، ويعني ما لم نكد نصيغ محضر اجتماع لنحيله للوزارة حتى عقد الاجتماع الوزاري العادي الثاني في مصراتة. ولما وزعت علينا الورقة في بنود جدول الأعمال استبشرنا خير عندما وجدنا بند من البنود هو تنظيم التعليم الديني أو يعني نقطة حول التعليم الديني. والحقيقة تكلم عدد من المراقبين التعليم في عدد من البلديات، كان طبعا الحضور كان كبير يعني حوالي 60 أو من 60 إلى 70 مراقب تعليم في مختلف البلديات من الجنوب إلى الوسط إلى الجبل إلى الغرب باستثناء إخوتنا في المنطقة الشرقية، والذين نأمل أن نصحوا إن شاء الله على وطن واحد موحد تسوده راية الإسلام والعروبة. في جميع أحوال تكلم عديد المراقبين حقيقة عن أشياء، وأني أتمنى يعني من مشايخنا الأفاضل ألا نلبس نظرية المؤامرة لكل ما يقال، يعني يجب أن نميز. كنا نتفق أن إحنا نسعى لتنظيم التعليم الديني ما في ذلك الشك، وانتم ادرى احنا انا شخصيا يعني اول حاجه منذكر بان مجتمعنا الليبي راهو مجتمع اسلامي، لما نجي العمره نلقاهم يتعاركوا على العمره، الحج نلقاهم يتعاركوا على الحج. حافظ يعني انا عندي 3 أبناء 2 منهم الصبح في المدرسه والعشيه في الجامعه، اللي هم 4 سنين يحفظوا القران. فاحنا مجتمعنا بطبيعته كل واحد يتمنى ولده يكون حافظ القران، فلابد ان نطلع نظريه مؤامره بصراحه الجانب شوي. مثلا تو الان بالتاكيد لما نقول الفقه والحديث والتفسير يعني في تخصص، فمش معقوله نلقى شخص معين خريج شعبه معينه ويقري في تفاصيل المواد الاخرى. نلقى المفتش قالوها، قال احنا رانا 43 مقرر ما بين الاعدادي وما بين الثانوي واحنا 2 مفتشين. التفتيش جزء مهم من العمليه التربوية عمل المصري. إذا كان نبي ندير تعليم ديني صحيح ما نبيش نبدأ عليه ملاحظات، ما نبيش خريج متاعه يكون أقل جودة بحيث يبدأ مؤشر سلبي على هذا التعليم. فالحقيقة هذه الجوانب إذا الوزارة بتناقشها أنا أتمنى أنكم تأخذوا بيدها وتساعدوها بخبراتكم الفنية والمتخصصة ومشايخنا وعلمانا، يعني نحو فعلا تنظيم تعليم ديني. وزي ما قال الشيخ علي مرات إحنا راهو مش بالكثرة القصة، احنا رانا حتى عدد سكاننا محدود كذا. أن يكون أني عندي 10 مدارس في ليبيا تقري بشكل جيد وتخرج، وزمان كان القويري هذا يجوا من مدن كثيرة ما فيهاش تعليم ديني وتقرأ، الأزهر يمشوا لها من ليبيا. أنا بالصدفة نشأت منذ نعومة أظفاري، وأنا بيتنا زي ما يقولوا الساس في الساس مع الشيخ محمد فنيخرة، محمد ضياء الدين فنيخرة، هذا الرجل خريج الأزهر في الخمسينات. وحتى واحد وصف قال في مصراتة الآن في زوايا وفيه حكاها هو في اجتماع دعيناه حضره رغم الظروف الصحية بصراحة، يعني فيه مرابيع مربوعة هذا الشيخ الفاضل، يعني تأتي سيارة طالب العلم تقعد 7 سنين 8 سنين لين يكمل رسالته. نتخيله أنه واحد جيراننا نحفظ سيارته يعدي ويجي غيره، يعني هذه مربوعة مفتوحة، وكان هو عنده بالصدفة مثل بيتنا يعني واجهة شرقية وغربية، ففي الشتاء يفتح في المربوعة الغربية وكذا. ويعني أنا شخصيا نقعد في مربوعته أكثر من مربوعتنا. فاللي منقوله شيخنا الفاضل، أنا شخصيا كمراقب لهذا التعليم وما لمست من زملائنا ما لمست فيهم إلا الحرص، مراقبي تعليم البلديات إلا الحرص على دعم التعليم الديني بكل ما أوتينا من نواحي مادية معنوية. والشيخ علي لربما يعني معانا وحاس بهذه الروح اللي من طلغي. الآن في اللجنة التي شكلت خلال ذلك الاجتماع أعتقد أني أنا أحد أعضاها، نعد بكل بذل الجهد من أجل فعلا إحياء التعليم الديني وامتداده لا محاربته. الحقيقة أنا الحلقة اللي فاتت على قناة ليبيا روح الوطن الشيخ دكتور المغربي يعني سمعت
حديث مفصل لأول مرة استوعب الحقيقة من معالي الوزير في القانون الذي صدر عن المؤتمر الوطني العام. بقى كويس ما فيش لائحة تنفيذية، يلا نجتهد إلى سد هذا الفراغ القانوني والنادوا قانونيين. يعني ليش ما تكونش هذه رب يقولوا مش عارف كيف نقول رب صدفة خير من هذا ما حدث من نقاش يدفعنا نحو تنظيم فعلي. طيب استاذ نعم بارك الله فيك. هو النقطة القانونية هذه لها محور خاص إن شاء الله بعون الله سنأتي إليها بإذن الله، ونحاول الآن. أنا لدي ثلاث وريقات فيها ثلاثة أسئلة. شكرا جزيلا. إضافة إلى قبل ذلك، لعل المتحدث الأخير قبل هذه الأسئلة الشيخ مصطفى أبو عبد الله يتفضل أيضا بما لديه. نعم، أين الشيخ مصطفى؟ أتفضل الشيخ مصطفى أعطيه الواحد. لعل الشيخ مصطفى يكون هو الأخير الآن قبل هذه الأسئلة حتى نتمكن بعد ذلك. بالمناسبة يعني هو نرجو أن يكون من بين الموجودين بعض المسؤولين، هذا يفترض، هذا هم المستهدفون الواقع في الدرجة الأولى بهذا اللقاء. إن لم يكن كذلك فنحن نحاول من خلال هذه الورشة أن نلخص هذه الكلمات وهذه الآراء، وبودي أن من لديه أي اقتراح يسجله لدينا حتى نجمع هذه المقترحات، وكما اقترح أحد ضيوفنا الأعزاء أن فعلا نعد رسالة باسم المعهد العالي إلى الجهات وليكن المجلس الرئاسي حتى نقف يعني نمكنه من الوقوف على ما جرى في هذا اللقاء وأراء العلماء والمهتمين بهذه القضية بعون الله. إذا تفضل الشيخ مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أشكر القائمين على هذه الورشة وأقول لهم شكر الله سعيكم وجعله في الميزان، وأحيي الإخوة الحاضرين كلهم وأقول لهم ثبت الله ممشاكم وأسعدكم وأسعد مرضاكم في رضوان الله تعالى، إنما يرفع الله من عباده العلماء. الاسم الكريم طبعا مصطفى محمد أبو عبد الله، مكلف بإدارة تعليم المحجوب المدرسة الدينية. أولا نقول للمسؤولين في ليبيا، ليس الوزير وليس الرئاسي وليس غيره، من نظر للتعليم الديني بل ينظر إليه بإحسان بعيدا عن كل ترهات الأخرى أقولها يعني واسمحوني في الكلمة هذه. أما التعليم الديني فهو باقي، لا ببقاء حكومة ولا بقاء وزارة، لأن هذا ميراثنا وهذا ديننا. يجب أن نرجع إلى الوراء، كلما هبت نسمة تريد تشويه الدين نجد لها همة عالية تمسح هذه، ما نقولش نسمة، هذه الغفلة، هذه الكلمة التي أريدها كلمة حق أريد بها باطل. إذا كان يا أخي بتنظم أنت والله بتعيد، يجب أن تكون أوراقك صالحة كلها في جميع التعليم، ما بقي لك إلا التعليم الديني. ولكن راهو عندما ألغيت المدارس القرآنية والمعاهد القراءات فقالها رجل صالح أحسنه أحسبه الله، وعندما جاء زفة إلى الخبر قال أحمد الله. يعني ماذا أحمد الله يا شيخ؟ قال هذا الدين كلما حورب عاد من جديد، لأن بادابا فيه رجال صالحين لابد هذا الدين أن يرجع وسطيا في ليبيا كما أراده الله، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أرجو لكم التوفيق، وأرجو من حتى البيان أن يكون فيه إعادة النظر في القرار، لأن القرار 9 سنوات من رابع ابتدائي، احنا ما عادش بغير الإعدادية وزير بكر، من بده من العام الجاي من صف رابع ابتدائي. وأقول للإعلام في ليبيا أن يكون شفافا لا متحيزا، من أهلك دور 17 فبراير ومن أخذ بها إلى اليمين وإلى اليسار؟ الإعلام راه مهني. شكر الله سعيكم. خير، بارك الله فيكم، شكرا جزيلا. لدي إذن سأتلو هذه الاستفسارات الثلاث ويتولى دكتور محمد دكتور فوزي الإجابة عنها. أما السؤال الأول فيقول: لماذا من وجهة نظركم قيام وزارة التعليم بمحاولة إلغاء التعليم الديني النظامي، والغض من غض النظر عن بعض المدارس الإعدادية الخاصة التي تحاول أفكارها التي تحاول بث أفكارها المنحرفة في البلاد؟ هذا سؤال لعل دكتور محمد
يقوم ب السؤال واظن السؤال هذا هو الاولى ان يوجه الى وزير التعليم، وانا يومها سالت على المدارس الخاصه وقال ان معظمها تحت المتابعه، قلت له انت عندك مواد ومقررات تدرس خارج السلم او المقرر التعليمي، واشار او اقر بانها موجوده وان بعضها يعني قال بعض منها ليس تحتنا وسمى بعض المدارس، وحقيقه هذه تعطي اشاره خطيره. انا مع احترامي لاخي وصديقي الدكتور اسماعيل قلنا نحن لا توجد نظريه مؤامره وانما توجد حقائق ثابته. انت الان عندما تقول لي اعيد التعليم اعيد النظر في التعليم الديني، لماذا انت بالامس القريب انشات قسما سميته قسم التعليم الديني بإدارة التعليم الثانوي، ولماذا أهملت التعليم الأساسي؟ صح ولا؟ إذا كنت عندك رغبة بالفعل أن تبقي التعليم الإعدادي أنشأتها قسما للإعدادي الديني، صح ولا؟ في التعليم الأساسي. الأمر الثاني ما هو؟ يعني سبحان الله تلغي إدارة التعليم الديني، وقلنا له في الإذاعة يا أخي هذا تعليم ذو طابع خاص له خصوصيته وله ميزته عن غيره من التعليم، لابد أن يختص في العالم كله بإدارة خاصة ما تضرش إلى الكم، وتنشئ إدارة لتكوين المرأة أو مش عارف تمكين المرأة. نحن لا، المرأة هذه نحترمها فوق رؤوسنا، لكن كل واحد أعطيه حقه. الأمر الثاني فيما يتعلق معلش أستاذ إسماعيل أنا برد رد سريع، فيما يتعلق بقضية القرار الدكتور أخذ من القانون رقم 9 ما يريد وترك ما لا يريد. سأقرأ عليكم أو أتلو عليكم نص المادة 9 منه، يقول تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون ها بموجب قرار مجلس الوزراء بناء على اقتراح من محمد المغرب، لا اقتراح من وزير التربية والتعليم. إذن هو المسؤول عن وضع اللوائح التنفيذية التي تنفذ هذا القانون، وهو يقول لي ما عندكمش لائحة تنفيذية. يا أخي أنت إذا كنت بالفعل تدعي أن تصلح التعليم الديني وقلبك مع التعليم، كلف أو أنت بروحك عد لائحة تنفيذية ولائحة تنظيمية وكلف ناس واحلها على مجلس الرئاسي ومجلس الوزراء خليه يعتمدها. فهذه حقيقة مش قضية مؤامرة، هي قضية قائمة وموجودة بين يدينا. قضية التعليم نحن نعلم أن قد يكون هناك ظروف معينة لا أدري داخل الوزارة، لكن يعني سبحان الله هذا التعليم الذي اعتمد بقوانين وبقرارات وبلجان كلفت تقول يحتاج إلى إعادة النظر، والذي يدرس مواد تقول والله نحن نعلم أن هذه المواد كذا ولكن حقيقة نحن مرت على المناهج واعتمدت من الذي رجعها؟ من الذي اعتمدها؟ أنا قلت له كلمة فيما يخص باختيار التوجه والأيديولوجية كل واحد حر في تدينه، لكن فيما يتعلق بهوية البلد هي خط يجب أن نحافظ عليها. مصر تربطها بالسعودية علاقة قوية جدا، لكن لكل منها هويته. وأنا أحترم الدكتور عندما تكلم عن الهوية، نحن تجمعنا الهوية الدينية، لكن لنا عندما نقول الهوية الليبية لا أقصد بها أننا لنا دين خاص، وإنما أقصد أن لنا خصوصياتنا في مذهبنا وفي يعني هويتنا الدينية وموروثنا الديني، وكل شعب له حريته في ذلك. في نقطة تانية حقيقة يخلط فيها الوزير وغيره في مسألة التثقيف للآخرين، لابد أن نعلم أن التعليم الديني هو دوره الإعداد والتأهيل لتخريج الدعاة والأئمة والوعاظ والمفتين والمشايخ، أما تثقيف العقول وتحصين الشباب فهذا من دور مناهج التعليم العام الذي الوزير يوم يقول أقول له التربية الإسلامية حصتان ويقول لي 4 و5، والواقع موجود هو الآن في الإعدادي الرياضيات 6 والعلوم 4 والتربية الإسلامية يعني أتكفي حصتان لأن يعني تحصن شابا في المرحلة الخطيرة من أول إعدادي إلى ثالث إعدادي. نحن لا نريد أن ندخل في السجالات وأن نعيد كلاما كثيرا، لكن هي المسألة يعني لا أدري ما هو رسمي ومعتمد هو غير قانوني ونعيد النظر فيه. أنا حتى سؤالي للأستاذ إسماعيل ما الغرض أو ماذا ستقوم به هذه اللجنة؟ هل ستعد مقترحات من الثورة وتعال جاي عندنا 3 ولا 4؟ هل ستعد مناهج؟ المناهج موجودة. ما الذي ستقدمه هذه اللجنة؟ يعني نعمل أن تقدم يعني ما في صالح التعليم الديني، ولكن كل ما قدم أنا ليس أراه غير مقبول، سواء كان من حيث المباني أو قلة الطلاب أو عدم وجود اللائحة التنفيذية أو النظر في المناهج كله أعدار هي ضعيفة وهي محاولة للالتفاف على التعليم الديني، ومن خلالها الله سبحانه وتعالى يتولى السرائر ونحن نحكم من الظاهر أن هناك ثمة مؤامرة تحاك ضد التعليم الديني، والله أعلم. تفضل شيخ. أي شو يريد الأستاذ إسماعيل يرد عليها؟ لا بس تبين بس. تفضل.
بسم الله. يعني أنا أعرف أن الوقت وقت هذا المحور انتهى، لكن في جزئية مهمة أشار إليها الأستاذ إسماعيل، وهي قضية المدرسين، بعض المدرسين ربما غير مؤهلين، ونحن نظرنا بالحقيقة لهذه الإشكالية، والحمد لله يعني هو المفروض كان يعني الوزير أو الوزارة كانت تنظر بنظرة عامة. هذا أمامي كشف يا جماعة فيه تعيين أو إبرام عقود مع 64 معلم متخصص وزعت على 8 مدارس، والحمد لله بهذا القرار الحمد لله تم تجاوز هذا الإشكال في عدد موجود متخصصين. كل الذين أمامي في هذا أمامكم في هذا الكشف، وهذه الحمد لله تحصلوا على توقيع عقود من قبل الوزارة، وحتى في بعض حكومة الوفاق يعني أو ربما بعض الأساتذة موجودين معنا، عددهم 64 موزعين على 8 مدارس من مدارس التعليم الديني التي فيها قصور، ربما فيها قصور، وكلهم متخصصون، كلهم خريجو جامعات إسلامية. 64 فيهم 52 تقريبا متخصص في العلوم الشرعية، و12 أو 13 متخصصين في العلوم الرياضيات والعلوم لحاجة هذه المدارس إليها، بس يعني من باب التذكير. دكتور اسماعيل، استاذ اسماعيل سامحني جيت عليك لانك قلت منطقتي وبتحملني شويه. انا كيف يريد ان يقنعني السيد وزير التعليم والسيد وكيل بانه يهتم بالتعليم الديني؟ يا جماعه سبحان الله، التعليم الديني يتيم حتى في اعلان النتائج، اما ان تؤخر وانهم او انهم لا يساوون بزملائهم. اتعلمون يا سيدي احنا مختلفين في الاعدادي، خلينا بروحها. تعال للثانوي، ماذا وزعوا هذه السنه على الثانويات؟ ترى الطلبه كل واحد اعطوه شفره ولا حرم طلاب الثانويات الدينيه من شفره قيمتها دينار ليبي. هي ناحيه معنويه فقط، لكن ما يقوليش انا التعليم الديني هذا ليس ابن حرب للتعليم الديني، هو ابن هذه المؤسسه القائمه في ليبيا اللي اسمها وزاره التعليم. مش من حقه ان يكرم ب ب ب يعني بشفره يعني اكراما له كبقيه زملاء في الثانويه العامه. والاستمارات لحد الان، والجداول اخرت، وحتى اعلان النتيجه عرضا والله فيما يتعلق، ولا يذكرون في الثلاثه الاوائل. سبحان الله يا اخي، ما نحن هذه الامور الباطن يعلمها الله، ولكن الظاهر يدل على ان هناك شيئا ما يحاك ضد التعليم الديني. بارك الله فيكم، تفضل شيخنا. هو لا دائم الا الله، والحمد لله الكراسي هذه كرسي حلاق، والحمد لله رب العالمين. على كل حال وصلت، فقط انا اريد ان اشير الى ان هناك سامحونا ورقتين صغيرتين فيهما سؤالان، لكن الوقت حرجنا، ومعذرة لمن قدم. هناك سؤال يقول كيف نعالج من صعد، هكذا يعني الصياغة، نابر وينادي بوجوب فعل. على كل حال هذا اختصاص الأوقاف. على كل حال شكرا على هناك من يصعد المنابر ويقول يطالب بإيقاف تعليم الدين أو إقفال، هذا اختصاص الأوقاف. على كل حال نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، ونحن تفضل دكتور غيث. اي نعم نعم، الان مضطرون الان ننتهي مع المحور الاول يا احبابنا، ننتهي مع المحور الاول لان ادركنا يعني طول الوقت، ولابد ان نلتزم بالتنظيم. فشكرا لكم على حسن الاستماع والمتابعه، ونشكر الاستاذين المحاضرين على ما تفضل به، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. حضورنا الكرام، نعتذر على الإطالة. انتهى المحور الأول وهو المحور التعليمي من هذه الورشة الذي كان برئاسة الأستاذ الدكتور محمد بالحاج، وأيضا الدكتور محمد المغربي، وكذلك كان المفترض أن يكون الأستاذ الطاهر حبيب من وزارة التعليم هنا أيضا، حل محله الدكتور فوزي الغرياني، حل محله. فالآن دعونا ننتقل إلى المحور الثاني من هذه الورشة وهو المحور القانوني. في هذا المحور القانوني يترأس هذه الجلسة إن شاء الله الأستاذ أسامة أبو ناجي، فليتفضل مشكورا. وسيكون المحاضر الأول بهذا المحور
هو الدكتور محمد سلامة الغرياني، محمود سلامة الغرياني عذرا، دكتور محمود سلامة الغرياني، وهو عضو هيئة التدريس بكلية القانون بجامعة الزيتونة. والمحاضر الثاني إن شاء الله سيكون مدير المكتب القانوني بوزارة التعليم الأستاذ خيري الجمودي، وللأسف كذلك لم يحضر كما حدث في المحور الأول، تغيب الأستاذ خيري الجمودي مع تأكد من وصول رسالة له ودعوة خاصة له. إذن نكتفي بالأستاذ أو الدكتور محمود سلام الغرياني ليقوم بهذا المحور إن شاء الله، وهو المحور القانوني. نرجو من الجميع من له ملاحظة أو يريد مشاركة أن يكتب اسمه أو ملاحظته في قصاصة، ثم ننقلها منه إلى رئيس الجلسة لينظم بعد ذلك رئيس الجلسة المداخلات ووقت المداخلات، وأرجو أن تقيد بالوقت، وينظم أيضا الأسئلة، ينظم أيضا الأسئلة بحيث يجيب عنها الأستاذ أو الدكتور محمود سلامة الغرياني. شكرا لكم جميعا، ولنبدأ المحور الثاني. يا أيها المرسلين معلم الناس الخير وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة الشيوخ الفضلاء، السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية لابد لي أن أسجل الشكر والعرفان لإدارة المعهد العالي للعلوم الشرعية على إقامة هذه الورشة المهمة في هذا الوقت المهم حول هذا الموضوع المهم الخطير، الموضوع الذي يتعلق بأساس وجودنا في هذا الحياة في هذه الحياة وهو ديننا. وهذا الموضوع الذي شغل الرأي العام الليبي وأثار حفيظة الكثيرين من أبناء هذا الشعب الليبي، فنشكرهم شكرا جزيلا على عقد هذه الورشة لدراسة هذا الموضوع دراسة علمية منضبطة من جميع النواحي التعليم العلمية والنواحي التربوية والنواحي القانونية، في جو من الحوار الأخوي للوصول إلى تصور واقعي حول واقع التعليم الديني في ليبيا وما يحكمه من تشريعات نافذة والأسس التشريعية التي تحكمه بمختلف مستوياتها، وما اتخذته وزارة التعليم حياله مؤخرا من تصرف، ومن ثم الإجابة على تساؤلات تهم المختصين بهذا المجال خاصة والليبيين عامة، ويمكن تلخيصها في الآتي، في هذه التساؤلات الآتية: الأول، ما هي الأسس التشريعية التي بني عليها التعليم الديني في ليبيا منذ نشأته؟ الثاني، إذا نص القانون على وجوب إصدار لائحة تنفيذية لقانون ما، هل يعتبر إصدار هذه اللائحة شرطاً لنفاذ القانون أم لا؟ السؤال الثالث، هل يعتبر تصرف وزارة التعليم مؤخراً قراراً إدارياً يصح أن يكون موضوعاً لدعوى إلغاء أمام القضاء الإداري؟ الرابع، إذا سلمنا بمخالفة هذا القرار للقانون رقم 3 لسنة 2015، فهل يترتب على هذه المخالفة مسؤولية تأديبية وجنائية في حق مخالفيه طبعا؟ وهل يلزم مدراء المدارس بالالتزام بهذا القانون وبهذا القرار؟ وفي حال الالتزام به، هل تطالهم المسؤولية الجنائية والتأديبية؟ إن مثل هذه الورش والاجتماعات العلمية هي الطريق الحضاري السليم لحل المشكلات التي تعرض للمجتمع، وليس البديل عن مثل هذه الورش والأخذ بنتائجها إلا الحوار بطرق أخرى والاحتراب والخراب، وهذا ما لا نود أن يكون في مجتمعنا المسلم. أعطي الكلمة الآن للدكتور محمود سلامة الغرياني،
وهو عضو المؤتمر الوطني وعضو اللجنة التشريعية بالمؤتمر الوطني، وكان صدور القانون رقم 3 والذي تشرف المؤتمر الوطني بصدوره في الوقت الذي كان فيه الدكتور محمود في هذه اللجنة، وهو أخبر الناس بهذه من حيث هذه الصفة بهذا التشريع وكيف صدر، وباعتباره أيضا أستاذ القانون في الجامعات الليبية. فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هذا الموضوع لا شك أنه من الخطورة بمكان، هو في ذاته خطير، والزمن الذي أثير فيه هذا الموضوع أخطر وأشد تأثيرا وإشكالا. وفي الحقيقة لابد أن أقدم قبل الدخول في تفاصيل الموضوع بأن الغرض من هذه الندوة في اعتقادي، والغرض من طرح الرؤية القانونية، هو البحث عن إمكانية قانونية لاستمرارية التعليم الإعدادي الديني، وهو محل الإشكال. نحن نريد فتح حوار مع وزارة التعليم ومع الحكومة القائمة من أجل أن يغلق هذا الملف كما فتح، بدون أن تطبق هذه الفكرة غير القانونية وغير الدستورية وغير الإدارية الصحيحة. هذا هو الهدف وهذه هي الغاية، ولذلك كانت دعوة صادقة لممثلين من وزارة التعليم ليتم الحوار البناء معهم، ولا زالت الدعوة مفتوحة بعد أن تكتمل هذه الندوة. نحن نقترح إنشاء لجنة للتواصل مع الوزارة لعرض هذه المسائل ولحل الإشكالات بما يخدم الهدف العام وتطويع المسائل القانونية للهدف العام الذي يخدم المجتمع وليس العكس، لأن القانون هو أداة من أدوات التطور الاجتماعي وخدمة المجتمعات، وليس المجتمع مطوع للقوانين. فإذا ما كانت هناك كلام صحيح في وزارة التعليم وتبين صدق أقوالهم في عدم التغطية القانونية، فأيضا عليهم واجب وطني آخر، وهو أن يسارعوا إلى تصحيح هذا الوضع القانوني مع استمرارية الموجود منه، لأن الموجود منه هو أقل القليل، فالقضاء على أقل القليل بغرض التطوير هذا شيء واضح أنه استعمال للألفاظ في غير محلها. في العادة أن لا يتم الوصول إلى النهايات قبل البداية، ولكن أنا أقول هذه الورقة هي لإثبات أن هذا الإيقاف الذي تم من قبل الوزارة، وهنا فيه خطين تحت إيقاف، هم يعترضون على كلمة إلغاء ويريدون استعمال كلمة إيقاف، وهذا أيضا تلاعبات لفظية، لأن المجتمع عندما يوقف أبناؤه عن الذهاب إلى المدرسة سواء سميته إيقافا أو إلغاء أو تجميدا أو أي معنى آخر، فكله يصب في خانة الإلغاء بالنسبة للنظر الاجتماعي ونظر الحاجة إلى التعليم الديني. كيف تصنفه من الناحية الإدارية هذا لا يهمنا، ومن واجبكم الاجتماعي والوطني والقومي والشرعي أن لا تكتفوا بهذا الوصف، وإنما أن تسرعوا خلال هذين اليومين بسحب هذا القرار. فالنتيجة التي نريد الوصول إليها والتي أنا متيقن منها، ولذلك قبلت أن أطرح هذا الموضوع، هو أن هذا الإيقاف هو غير دستوري وغير قانوني وباطل إداريا ومعدوم إداريا، يعني ليس له أي صفة للأسف الشديد، وسوف يأتي وصف على الأقل، وهذا كما نعلم لابد أن تثبت إذا كنت وإن كنت مدعيا فالدليل، فسيأتي الدليل بإذن الله الذي يؤكد ذلك. الواجب على الوزارة، وهم إخوة لنا ونعلم أنهم أيضا أبناء هذا الوطن وتهمهم مصلحته، إذا كانت شابة عندهم إشكالات قانونية فقد يجدون حلا عندنا، وقد يتواصلون مع اللجان القانونية التي تشكل ونحل هذا الإشكال. الناحية الأولى، من الناحية الدستورية، من المعلوم أن التشريعات والقوانين، وهي القوانين أو في العادة أن القوانين ثلاثة درجات، الدساتير والقوانين واللوائح،
القوانين هذه والتشريعات واللوائح، وخاصة للأسف أن الذي يحكم هذا الموضوع الديني هو لوائح أكثر منه تشريعات وقوانين. فإذا كانت القوانين محكومة بقاعدة دستورية أعم، فما بالك اللوائح. الآن إذا اكتشفت أن تعليم معين تنقصه النقطة الفلانية، أو ينقصه الأعضاء التعليم المتخصصون بالدقة المناسبة، أو اكتشفت أن الخانة الفلانية أو اللائحة الفلانية تخالف القانون الفلاني مثلا بشكل أو بآخر، هنا الواجب القانوني والذي تقره النظرات الدستورية والمحكمة العليا كذلك عندنا في ليبيا في الطعون الدستورية، هو أن ينظر إلى الهدف من الهدف الدستوري والحق الدستوري الذي يكفله هذا النشاط الموجود، ولو كان فيه بعض الأخطاء القانونية. فإذا كان هو يطبق حقا دستوريا فلا يجوز إلغاؤه، وإنما يجب تصحيحه، لأن الدستور يعلن أن الشريعة الإسلامية مصدر التشريع، والقوانين التي تجعل التعليم الديني وتضيف بعض المواد الدينية في التعليم هي لغرض تطبيق الشريعة الإسلامية وإيجاد المتخصصين الذين يسيرون المجتمع وفق بنائه الدستوري، لأن الشريعة هي دستور الدولة كما نص في الإعلان الدستوري وكما تنص الدساتير جميعها. فأي نشاط لتعليم الشعب دينه ولتطبيق القواعد الشرعية في التعليم الديني يجب النظر إليها من الناحية الدستورية أولا. وهذا القول قد نطق به الدكتور الفاضل دكتور كوني عبودة حفظه الله وبارك فيه في مداخلة له حول ما فعلته وزارة التعليم في إلغاء هذه اللائحة، حيث أشار إلى أن المسألة دستورية بالمقام الأول، فإلغاء تعليم هو حق من حقوق الشعب في أن يعلم أبنائه، إلغاءه هو يخالف الدستور، ولو كنت أنت تريد أن تطبق نص لائحي أو نص قانوني صغير، ولكن الحق الدستوري العام ينص على أن الشريعة مصدر التشريع، مصدر الشريعة الإسلامية مصدر التشريع، والمحكمة العليا نصت على أن الحقوق لا توهب، وحتى الحقوق التي لا ينص عليها في الدساتير إذا اعترف بكونها حقوقا أساسية فإعمالها من واجب الحكومات ومن واجب الكافة، وبالتالي إلغاؤها يخالف حتى النص الدستوري كما ذكر الدكتور كوني، ويمكن الرجوع إليه في صفحته. من الناحية الثانية الدستورية، أعتقد أن احنا يجب نفهم أن القوانين التي تأمر أو التي تسمح بالتعليم الديني جاءت في سياق معين، وهو سياق حكومات تعارض الشريعة. فالمنظومة القذافية في التشريعات وفي القوانين هي منظومة مخالفة للدستور كما تبين من ثورة 17 فبراير ومن الحراك الذي حدث بعدها ومن بيان 17 فبراير ومن الإعلان الدستوري. فالاحتكام إلى البناء القانوني الضعيف الذي أدار به النظام السابق مسألة التعليم الديني هو احتكام غير دستوري وغير دقيق، لأن الجميع يعلم معاداة النظام السابق للدين. من أول يوم أتى فيه ألغيت الجامعة الإسلامية وضرب منظومة الحقوق والواجبات الشرعية ممنهج من خلال السبعينيات إلى آخر الوقت. وبالتالي القول بأن لا والله التعليم الإعدادي الديني يخالف الرقم 3 من المادة مش عارف إيش في قانون كذا، هذا كلام غير دستوري، ويجب أو يجوز إذا كانوا هم يتخوفون من سلطة القانون فيستطيعون إلغاء القرار الإيقاف الذي قالوه، ولهم حق دستوري في إمضاء التعليم الديني وعدم إيقافه. فإذا لهم سند دستوري في استمرارية التعليم الديني، هذا لو فرضنا جدلا أنه توجد مخالفات لائحية أو قانونية. وسيتبين لنا أن حتى من الناحية القانونية وهي التشريعات الوسطى لا يوجد شيء من ذلك في هذا الأمر. أيضا من الناحية الثالثة الدستورية، لابد أن نعلم أن التعليم هذا أمر شرعي عام، التعليم الديني، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، فهو من ضمن دستور الدولة لأن الشريعة مصدر التشريع. النقص هو الذي تعاني منه الدولة الليبية، نقص التعليم الديني هو المعاناة، وهو الواجب الدستوري على أي حكومة، لأن الحكومة عندما تكلف يفترض أن تكلف ضمن منظومة سياسية ودستورية أعم لها أهداف واستراتيجية.
من ضمن الاستراتيجية الحكومة أنها تدعم دستور الدولة وتقويه. ودستور الدولة في المنظومات السابقة كان ضعيفا في تلقي العلوم الشرعية، وبالتالي هي دورها أن تقويه وأن تعمل اللوائح التي تؤيده وتقترح حتى القوانين، هي من دورها اقتراح القوانين ومراسيم القوانين أو غيرها إذا رأت أن التعليم الإعدادي قد يتعرض إلى هزة أو كذا، فكان واجبها أن تقترح لائحة تصحيحية. لكن للأسف نحن نلاحظ أنها أصدرت لائحة للتعليم، أصدرت لائحة للتعليم الآن في سنة 2018 بدون أن تذكر حتى الإشارة إلى التعليم الديني، دعك من موقفهم من قانون 3/2015 وقانون المؤتمر الوطني، وهم لا يرون أن المؤتمر الوطني ذو سلطة في تلك المرحلة. هذا رأي سياسي قد نوافقهم عليه، ويعني لهم الحق في ذلك، لكن وأنت مدير لمدارات للتعليم الديني ومعاهد التعليم الإعدادي وجهزت لجنة لتجهز لائحة تنفيذية للقانون رقم 18 سنة 2010 وصدرت من المجلس الرئاسي في الآن في سنة 2018 وأهملت هذا الملف الخطير ثم تتذرع بالنقص اللائحي، فهذا واضح أنه محاربة لفكرة التعليم الديني، لا نقول للقانون 3/2015 لأن 3/2015 هو مظهر من مظاهر العناية بالتعليم الديني، ولا يقوم التعليم الديني في ليبيا على هذا القانون. يعني الهوية الدينية لا يمكن أن تقوم على قانون إذا أزيل ولا أمكن بطلانه ولا أبطلت المحكمة العليا، معناها أساس التعليم الديني بطل، هذا غير صحيح. أساس التعليم الديني أساس دستوري وفوق دستوري، وخدمته متعينة على أي حكومة لأنها تشتغل ضمن هذا الدستور المعلن والذي هي وافقت على العمل تحته. فإذن هذا من الناحية الدستورية هو موقف باطل. خلينا قبل ما ندخل في الناحية القانونية نتكلم على أصلا ما هو موقف وزارة التعليم. نلاحظ أنهم وجهوا إلى مراقبي التعليم في اجتماع عام بعدم قبول طلبة جدد، والرأي أعتقد أن المراقبين كان ينبغي أن يوجهوا الرسالة إلى الوكيل أو إلى الوزير من الناحية الإدارية لطلب توضيح أو لإرسال قرار واضح، لكن مثل هذا التوجيه الكثير ربما اغتر بأنه ليس إلا مجرد يعني تطمين أو مجرد عمل على تنظيم أو ما إلى ذلك. هو في الحقيقة من الناحية القانونية هذا التوجيه يعتبر قرار إداري من الموجه، لأن القرار الإداري لا يشترط فيه أن يكون مكتوبا وإنما يمكن أن يكون شفهيا، فهذا بمثابة القرار الإداري بإلغاء التعليم الإعدادي الديني لسنة 2018-2019 هو قرار إداري شفهي، كان ينبغي على المراقبين ألا يقبلوا بقرارات إدارية شفهية في هذا الأمر في هذا الوقت ويراسلوا، لأن الوضع القانوني كما نعلم في هذا الزمن في هذه الأيام وضع مهزوز للغاية في الدولة الليبية. إذا دخلنا إلى الناحية الثانية الناحية القانونية، بالحقيقة أن من المؤسف أن يفتح ملف قانوني في هذا الوقت في ليبيا بالذات، لأن لا أحد يستطيع أن يقول ما هو القانون في ليبيا، وهذه باللغة الدارجة الحوسة القانونية الموجودة الآن، هذا كيف يستطيع سيد الوزير أن يفسر قراراته وأن يفسر البنية القانونية بشكل سليم وصحيح في وقت عجزت فيه المحكمة العليا وعجزت فيه المنظومات الدستورية؟ الآن لا تستطيع أن تقول أي إعلان دستوري هو الذي تنفذه أنت أيها الوزير، وسنلحظ أنه في القرارات التي أصدرها هو نفسه لم يلتزم برؤيته الدستورية. نتمنى أن صاحب المبدأ يلتزم بمبدأه الدستوري، فمن يرى أن مجلس النواب هو الولي الأمر الحقيقي وهو صاحب السلطة الفعلية والمؤتمر الوطني كان مغتصبا في 2015 و2014، كان ينبغي أن ما دام لم تعترف هذه الجهة الشرعية بهذه الحكومة بحكومة الوفاق، كان ينبغي أن لا يلتف عليها بمسألة التفويضات الوزارية. يعني وزير مفوض بمعنى رفضت من السلطة التشريعية فأنا أفوضك حتى يأتي الموافقة اللاحقة، يعني في الفقه الإسلامي الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة، يعني هذا كله إحنا الآن على أمل أن المفوضين
يوافق على قراراتهم التي أصدرت خلال هذه السنوات، إذا وافق عليها بعد ولي الأمر أو مجلس النواب بعد موافقته على الحكومة. إذا كان هو مفوض يعني وكيل، كلمة التفويض يعني وكالة الوكيل، إذا كان وهذه طبعا وكالة تسمى فضولية فضالة وليست وكالة فعلية، لأن هذا مفوض من غير دي أهل، من غير صاحب اختصاص، لأن صاحب الاختصاص هو مجلس النواب. فإذا لمدام رفضت، كيف أنت تتهم في القانون 3 وتتهم في المؤتمر الوطني، كيف تسمح بأن تفوض بمهام وزارية دستورية تشريعية وثم تدخل؟ فكان ينبغي في اعتقادي، نحن كلنا ضحايا مواقف دستورية وسياسية زي نقول متداخلة فيها إشكالات، ونحن في باب الآن في مرحلة لملمة الشمل ومحاولة الوصول إلى حل مجتمعي عام يوصل إليه بغض النظر عن مخلفات المرحلة السابقة. هذه مرحلة 7 سنوات أو كذا ربما أخطأ فيها البعض وأصاب البعض، والوطن يجمع الجميع ونريد أن نصل إلى حلول مشتركة. إلغاء التعليم الديني وإصدار مثل هذا القرار هو قرار استفزازي، إلغاء لقرار تشريعي صادر من سلطة مختصة في وقتها. تكليفكم الوزاري أصلا جاء بناء على هذا الجسم التشريعي الذي سلمكم هذه السلطة، فكيف ترفضون ثم تعملون ما رفضتموه؟ وبالتالي أعتقد أن من واجب الوزارة الآن أن تسحب هذا القرار وتسارع بإغلاق هذا الشأن القانوني الحساس الذي ربما يفتح جبهات كما أنت تفتح جبهة نستطيع أن نفتحها أمامك عدد من الجبهات ولا أحد يسلم. إذن لا داعي أن نجعل التعليم الديني ومصير أبنائنا في مهب الريح وفي مجال السجالات. نحن لا نريد أن تكون هذه السجالات السياسية والقانونية هي يعني أصل العمل الآن نريد الهدف الدستوري العام وهو خدمة الشريعة، وهذا التعليم الذي استقر أصبح عرفا دستوريا، ليس فقط هو نصوص، أصبح عرفا، لأن بداية التعليم الديني طوال القرن 20 حتى الإيطاليين الآن نأتيكم للأسف أن نجد من نالينو ومن المرسوم الملكي الإيطالي نجد منهم قوانين ومراسيم للمدارس الإسلامية في الابتدائية وفي غيرها، ثم نجد الآن في إشكال يعني بعد 100 سنة وبعد مراحل وبعد الدول فاتت الإشكالات هذه كلها قاعدين إحنا لازال نتكلموا بمنطق، والله هل نحط ابتدائي ديني يسبب مشكلة ولا ما يسببش مشكلة، نحط إعدادي ديني مشكلة ومش مشكلة. الآن هذا في قفز على حاجة الشعب إلى الماسة إلى التعليم الديني، وفي قفز أيضا على دور الشخص. أنت ما هو دورك الآن؟ هو دورك تسيير وليس صيام ماشي. فإذن هذا من ناحية القانونية في الأصل كان ينبغي ألا يمس هذا الموضوع. لو جينا للنظر القانوني في 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 إدارة مسألة التعليم الديني، التعليم الديني صدرت به قوانين ولوائح منذ العهد الإيطالي، ومن سنة 1919، وإذا رجعنا الكتب التي تؤرخ للتعليم في الزمن الإيطالي نلاحظ أن التعليم الديني كان يشكل هاجسا لهم. بالتأكيد لم يكونوا يخدمون الدين، ولكن الضغط العام الشعبي وحاجة الناس والميول الشعبية العامة هم يحتاجون أي تعليم إيطالي لابد أن يدخل فيه جزء شرعي، وبالتالي كانوا يتسابقون إلى خدمة. ولذلك أعتقد أن لا نقول أن هذا القدر كافي، القدر لازال ما تحتاجه التعليم الديني أكثر وأكثر من القدر المطلوب. فإذا هذه في الزمن الإيطالي كان في عدد من القوانين واللوائح، بدأ التنظيم القانوني مر التنظيم القانوني إلى حد الآن بأربع قوانين، قانونان في زمن الملكية وقانونان في عهد النظام السابق، قانون سنة 1952 بشأن التعليم والقانون 1965 بشأن التعليم، ولكل منهما لوائح. وفي العهد الملكي كان هناك قوة واندفاع ووضوح نحو رغبة الشعب، تطبيق رغبة الشعب في التعليم الديني، فلم يكن هناك مواربة، وكانت النصوص القانونية واضحة، نصوص القانونية واضحة. يعني أنت لما ترجع القوانين في تاريخ القوانين تجد في المرحلة الملكية ما يخص فقط معهد الشيخ محمد بن علي السنوسي وهو ذو 3 مراحل ثم أضيفت إليه مرحلة رابعة ابتدائية وثانوية وتعليم جامعي ثم حتى المرحلة العالية في الماجستير، هذا كان ينظم بلوائح ومراسيم واضحة وتملأ عدد كبير من الصفحات. بدخول
زمن الانقلاب سنة 69، منذ سنة 1970 ألغيت القوانين السابقة. طبعا هذا لا يعني أن القوانين السابقة كانت فيها لفظة التعليم الديني، القوانين كقوانين لم تتضمن لفظة التعليم الديني، وإنما كله من اللوائح. في قانون 134 لسنة 1970 هذا الذي أدار عملية التعليم من سنة 70 إلى سنة 2010 كلها بهذا القانون. وهذا يدلك على أن القانون في الحقيقة هو ليس هو المشكلة، ليست المشكلة هي القوانين، وإنما المشكلة هي النوايا التي تكون لدى مطبقي القوانين ولدى صانعي القوانين ومنفذي القوانين من الحكومات. المرحلة في عهد القذافي تميزت بمرحلتين، مرحلة من 1970 إلى 78 أو إلى 86 كانت مرحلة وضوح لائحي، وضوح القوانين، القانون واحد لكن اللوائح كانت موجودة. المعهد الديني، المدرسة القرآنية، المعهد الديني، المدرسة القرآن، خلي لنا مبدينا شيء، مبدينا الفكرة قاعدة متضحط شيء. ما هو لأن الوضع القانون لازم يكون معلوم. اللوائح دخلت اللائحة في سنة 1978 أو كانت المعاهد 86، كانت اللوائح تتقبل تعليم ابتدائي ديني، تعليم إعدادي ديني، تعليم ثانوي ديني، وبالتالي إذن الإشكالية ليست في القانون. بعد ذلك لوائح في سنة 87 صدرت لائحة جديدة لم تشر، فقط هذا دورها، يعني لم تلغي بصراحة، لا يوجد حتى في زمن القذافي لا يوجد إلغاء. احنا لما أوقفنا في سنة 86 وأحلنا إلى التعليم العام لم يكن هناك قرار ولا نص قانوني عند الطلاب ولا عند المدارس، وإنما منع واقعي. فتعتبر الوضع القانوني غير ملغي المعاهد الدينية، وإنما جت اللائحة في سنة 86 وأهملت الإشارة إلى أو الدينية، لأن كانت كل ما هنالك في اللوائح السابقة التعليم العام أو الديني كانت موجودة وتذكر له، وخاصة في لائحة مهمة اللي هي صادرة في سنة 1974 ننصح بها الوزارة الآن أنها تأخذ أو تفرغها للائحة، نصوص واضحة وجلية وفيها المواد. إذن هذا هو التصنيف القانوني. نتجاوز هذه المسائل لأنها تحتاج إلى وقت، لكن طبعا لابد أن نشير لكم إلى هذه اللائحة المهمة، وهي لائحة النظم الأساسية للامتحانات الصادرة في الجريدة الرسمية 11/2/1975. هذه غطت تغطية جيدة من ناحية اللائحية، وهي اعتمد عليها حتى بعد ما ألغي وأعيد. العرف القانوني اللي أصبح سائد، وهذا مرجع أساسي اللي يتكلموا عن الوضع القانوني، القانون معروف أن مصادر القانون هي التشريع والعرف، وإحنا الآن حتى من ناحية السياسية الوضع الليبي لا يقوم على التشريع، في جزء كبير منه يقوم على العرف، الأعراف الدستورية والأعراف القانونية. كيف اشتغلت الوزارات بعد سقوط النظام السابق وإلغاء الوثائق الدستورية؟ هي اشتغلت بأعراف دستورية قانونية معروفة عند الكافة وأصبحت من الحقوق العامة للناس. وبالتالي كذلك التعليم الديني، ما نقص من النصوص المكتوبة اللائحية هو اعتمد على المصادر العرفية، لأن المشايخ كلهم كانوا يعني خريجي المعاهد الدينية والمدارس، مدارس التعليم الديني إرث طويل، يعني من 1952 في العهد الملكي وأنت مستمر إلى سنة 86، والناس حتى لما ألغي ظل الناس يتشوقون إلى عودته، وبعودته كان المديرون له هم الناس الذين عندهم اطلاع في الشأن الأول، وبالتالي لا يقال أن هناك نقص تشريعي، فهناك المصادر العرفية التي تخدم هذه المسألة. جاء في سنة 2010 جاء القانون رقم 18 لسنة 2010 بشأن التعليم، وهو كذلك مثل التشريع الصادر في 1970، بل مثل التشريعات الصادرة في الزمن الملكي، هي لا تتحدث عن التفاصيل، لا تتحدث عن أن هذا ديني أو غير ديني أو عام، أو تشير إشارات عامة، التفصيل يأتي من اللوائح. الإشكالية الآن طبعا بعد في زمن الثورة، الآن في قانون إضافي وهو القانون رقم 3 لسنة 2015 اللي صدر من المؤتمر الوطني العام في شهر مارس 2015. إذن هذا الآن في نظر الوزارة، وللأسف الآن الوزارة كان ينبغي بمنطق استمرار المؤسسة طالما قبلك وزارة التعليم سارية وأصدرت قرارات
ومنظومة مستمرة، كان ينبغي أن تستمر كما فعلوهم ولا تقف أمام السد. يعني أنت تريد الآن أن تضع يعني كم من وزارة استمرت وأنت الآن تبي تقول لا والله القوانين فيها إشكال والقانون فيه كذا. هم الوزارات لما استمرت استمرت بناء على الدستور وبناء على الحاجة وبناء على سعة القوانين. القوانين فيها نصوص عامة، فالنصوص اللائحية يمكن أن تكون تستغل هذا التوسع مع الاعتماد على الأعراف القانونية التي سارت. لكن الآن ظهرت علينا وزارة التعليم بالقول بأن ما فعلته وزارة التعليم السابقة من بدء التعليم الإعدادي الديني هو يعتبر مخالف. طبعا هم بين قولين، في اللي يقول هو مخالف للقوانين باعتبار أن لا يوجد ليس له نص لائحي، لا توجد لائحة تنفيذية له، وهذا الكلام يعني أنهم يلغونه ويوقفونه إيقافا دائما. لكن عندما يقولون للبعض أنهم يريدون التنظيم فهذا يعني أنه لا اعتراض لهم من الناحية القانونية، فهناك خطابان يعتبر فيهم تناقض. فإما أن الخطاب أن المشكلة قانونية فتحل بلائحة أو تحل بتوجيهات قانونية معينة، إذا كان مشكلة التنظيم فهذه أيضا تحل بالدعم المالي أو بما إلى ذلك. الآن الوزارة استندت قالت بأن 2005-2003-2015 ليس له لائحة وبالتالي لا يمكن تطبيقه، مع أن نلاحظ أن الوزارة السابقة طبقته، وبمقتضى الموظف الفعلي والحالة الفعلية للقوانين كان ينبغي أن لا تلغي إلا أنك أنت ترفع الشأن إلى القضاء الإداري لإلغاء ما فعلته الوزارة السابقة وإثبات أن مخالف للقانون، ثم تأتي بالإلغاء وبالاعتراض. لا يجوز الاعتراض، وخاصة أنت وزارة يعني أنت مسير لملف وأنت محكوم بمنظومة قانونية وقضائية ودستورية، كان ينبغي وهذا هو الواجب. إلى حد الآن قرارات الوزير السابق هي قرارات مستمرة، التعديل فيها بسبب الإلغاء بسبب البطلان القانوني لا يجوز، ليس من دورك. لو سمحتي في النقطة هذه بالذات، اليوم بالصدفة صادفني بعد الفجر في موقع وزارة التعليم أنها وجهت خطاب لكل الجهات التابعة لها بالتخاطب مع صندوق التأمين الصحي عملا بنصوص القانون رقم 20 لسنة 2010 بشأن التأمين الصحي. والغريب في الأمر أن هذا القانون أيضا لم تصدر له لائحة تنفيذية، فلماذا يعطل القانون رقم 3 لسنة 2015 بشأن التعليم الديني بحجة أنه لم تصدر له لائحة تنفيذية، ويعمل ويعز لكل الجهات التابعة لوزارة التعليم بالعمل بالقانون الصحي مع أنه ليس له لائحة تنفيذية؟ ونحن نقول أن صدور اللائحة التنفيذية ليس شرطا في نفاذ القانون، القانون اتخذ جميع اتخذ الصورة الكاملة لنفاذه ونشر في الجريدة الرسمية، وحتى إن كان قصور فتسأل عنه وزارة التعليم، هي التي لم تعد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون، ولم يعرض على مجلس الوزراء، ولا يعاقب الطلاب والتعليم الديني على تقصير وزارة التعليم في هذا المجال. أتمنى من الدكتور محمود سلامة أن تكون حتى الإجابات مركزة، لأن المنظمين يقولون أن تجاوزنا الوقت وفي بعض التساؤلات من الحضور. لعل الدكتور أجاب على معظم التساؤلات التي طرحناها. التعليم الديني تصرف الوزارة يعتبر قرار، وهو قرار معدوم قانونا، ويصلح أن يكون موضوع طعن قضائي أمام القضاء الإداري، وفعلا أقر بالطعن القضائي في هذا القرار أمام محكمة استئناف طرابلس ومحكمة استئناف مصراتة، هذا حسب علمي إلى الأمس. ونتمنى على وزارة التعليم أن تخرج بنا من هذا السجال وهذه القضية بتصرف بسيط جدا، وهو سحب القرار وينتهي الأمر. وإن كان هناك تنظيم فلا بأس باستمرار اللجنة كما ذكر الأستاذ بأعمالها، والتعديل والتنظيم هذا أمر نطلبه جميعا. ولكن للأسف احنا اعتدنا في ليبيا أن نرفع شعار الإزالة لغرض التطوير فتتم الإزالة ولا يتم التطوير، وهذا ما تعودنا عليه في ليبيا منذ سنين. المسألة المهمة جدا الآن والملحة، عفوا الشيخ، وأتمنى من الدكتور محمود الآن أن وهو سؤال ملح لكل العاملين في مدارس التعليم، وهو ما ذكره أحد المدراء هذه المدارس. الآن هناك أولياء أمور
يريدون أن يسجلوا أبنائهم في هذه المدارس ويقصدون هذه المدارس، فهل تفتح هذه المدارس أبوابها امتثالا للقانون الساري في البلد والقانون الذي لم يصدر أي حكم بإلغائه، أم تستجيب للتعليمات الشفوية أو الطلبات الشفوية لوكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني التي لم تمنح الثقة من مجلس النواب؟ وإذا ما استجابت لهذه التعليمات، هل سيطال هؤلاء المسؤولين عن هذه المدارس مسؤولية جنائية ويلاحق جنائيا أو تأديبيا أم لا؟ أتمنى من الدكتور محمود أن يجيبنا إجابة مختصرة ووافية وحازمة. وطبعا قبل الإجابة أعتقد أن الملف حتى يغلق لابد من تفسير الإشارة اللي ذكرتها في السابق، وهو أن الوضع اللائحي التي تدعي الوزارة أنه قائم وتستند عليه وترفض تطبيق القانون رقم 3 لسنة 2015 هو أيضا غير صحيح. القانون رقم 18 لسنة 2010 الذي يقول السيد الوزير أن عنده لائحة تنفيذية صحيحة، الحقيقة أن له لائحتان، صدرت له لائحة رقم 210 لسنة 2011 وصدرت له لائحة رقم 779 لسنة 2018 من المجلس الرئاسي. هذا لا شك أنها لوائح تنفيذية صدرت حول القانون رقم 18 لسنة 2010. لكن إذا كان أردنا أن نتحدث بمنطق القانون والدستورية فإن هاتين اللائحتين ليس لهما أي أثر قانوني ويعتبران بمثابة العدم. إذا كان نتحدث عن أن التعليم الإعدادي الديني هو يعتبر غير مستند للائحة لأن قانون 3/15 هو صادر من جهة غير مختصة أو ما إلى ذلك حسب ما يرونه، مع أن هذه الجهة دعمتها المحكمة العليا وهو موقف المحكمة العليا، يعني لها موقف سند قانوني بغض النظر عن الأفكار الواقعية. أنا أريد أن أعرض عليكم فقط اللائحتان بيان ولديكم الحكم في هذا الأمر. اللائحة هي اللائحة التي كانت التي تنفذ والتي يستند إليها الوزارة أيضا وذكرت ضمن مستندات اللائحة الجديدة، هي اللائحة رقم 210 لسنة 2011. وتتذكرون سنة 2011 ومتى ستصدر برقم 210 يعني 2011، فتجد أن تاريخها هو 28/7/2011. كانت اللجنة الشعبية العامة تشتغل وتقدم لوائح وتعمل، ونعلم أن بيان 17 من فبراير تأسيس المجلس الانتقالي وبيان ثورة 17 فبراير هو المستند الدستوري لدولة ما بعد النظام السابق. فبالتالي هذا صدر في شهر 7 وقعد، واحنا نعتمده في شيء صادر في شهر 7 2000 للأسف الشديد. أن هذا أعتقد أن من ناحية القانونية الصرفة السريعة والعجلة لا تحتاج حتى محكمة دستورية، ولذلك هذا الأمر لو طلعتم تجد أن الإحالة بهذا التاريخ وفي جلسة في الاجتماع العادي 19 لسنة 1379 وفاة الرسول في تاريخ 27/7، يعني مازال حوالي 13 يوم وتنتهي المسألة بالكامل وإحنا قاعدين ناخذ في اللوائح من هذا الاتجاه. باقي اللائحة اللي صدرت الآن ليس له صفة، ليس منعدم قانونا، لأن الجهة بمقتضى الإعلان الدستوري والإعلان 17 فبراير تعتبر المؤسسات الدستورية بالذات، مش كل المؤسسات المدنية، المؤسسات ذات الصبغة الدستورية كلها تعتبر وقفت عن العمل وحلت محلها المؤسسات الجديدة. أيضا اللائحة الآن، هذا اللائحة الجديدة يا إخوة نستعملها في طريقتين نخاطب بها يعني وزارة التعليم، ونتمنى منهم أن يعني يعجلوا بسحب قرار إيقاف التعليم الابتدائي. يعني لو أردنا أن نناقش من الناحية القانونية كما هم أرادوا أن يناقشوا التعليم الابتدائي من الناحية الإعدادي من الناحية القانونية، هذه الديباجة لا تصلح لأن تنشئ لائحة تنفيذية كذلك. يعني هذه الديباجة تقول بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر، الاتفاق السياسي الليبي هل دخل حيز التنفيذ بمنطق مجلس النواب أم لم يدخل؟ لم يدخل بعد بمنطق مجلس النواب. خلينا من هذه، ليست هذه الإشكالية. وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن علاقات العمل، وخلينا وعلى قانون 18 لسنة 2010 بشأن التعليم، وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا، هذا القرار المشار إليه 210/2011،
بإصدار لائحة تنظيم التعليم الأساسي، وهي لائحة تعتبر من الناحية القانونية معدومة، وعلى قرار مجلس الرئاسي رقم 4 بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني. نحن نعلم أن قرار هذا القرار ليس فيه تكليف الوزير العام حاليا، هو فيه وزير سابق، ثم الوزير العام حاليا أتى بقرار لاحق، يعني هذا قرار رقم 37، هذا أتى بقرار 37، هو كان بقرار سابق. أتى هذا الوزير بقرار 37 لسنة 2017 بشأن تكليف بمهام. يقال النص بموجب أحكام هذا القرار يعفى السيد فلان ويكلف السيد فلان بمهام وزارة وزير التعليم ويفوض بممارسة مهامه وفقا لقرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016. فالإحالة غير موجودة لهذا الصفة، فالإحالة إلى غير موجود في هذا الأمر. أيضا وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 بشأن تفويض بمهام، معليش الدكتور خلينا نستمر بس شوية لأنه رايح تحني الدكتور أسامة. هذا القرار المجلس الرئاسي بشأن تفويض بمهام يقول يفوض السادة الواردة أسماءهم بقرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 16 بكافة المهام الممنوحة للوزير. يعني عندما قدم رئيس المجلس الرئاسي قائمة الوزراء إلى مجلس النواب ورفضها مجلس النواب، كان ينبغي إذا كان هو مجلس نواب فعلا ورئيس ونأتمر بأمره أن يعتبر الأمر كلا شيء، لكن لا، أصدرت قرار تفويض لكافة التشكيلة كما هي بالتفويض بمهام وزير. التفويض بمهام وزير هذا أما وضعه القانوني، نحن نريد الآن نفتح الملفات القانونية، ما هو الوضع القانوني لهذا الأمر؟ نلاحظ هم أحالوا إلى الإحالة جت على الإحالة على جت قانون علاقات العمل لسنة رقم 12 سنة. قانون علاقات العمل شنو يقول؟ يقول في المادة الثانية تصدر لائحة تنفيذية بهذا القانون وتتضمن ضوابط التفويض في الاختصاصات. صدرت هذه اللائحة، وهذه لائحة من 2010 صدرت كذلك، يعني ما فيهاش إشكال زي لائحة 2011. قالت شنو قالت في ضوابط التفويض؟ قالت لشاغلي وظائف الإدارة العليا والإشرافية أن يعهدوا من وقت لآخر ببعض اختصاصاتهم المخولين بها إلى شاغلي الوظائف المساوين لهم في الدرجة. يعني لما تبدأ أنت موظف ومعاك موظف آخر وأنت مكلف بعمل، ممكن تفوض زميلك لأنه مساوي لك في العمل، وذلك بمراعاة إذن هذا القيد الأول، وهو هل هو ينضبط بتكليف بمهام بتفويض بمهام، وذلك بمراعاة الضوابط التالية: أن يكون التفويض لدواعي مصلحة العمل، أن يكون التفويض في الصلاحيات محددة، أن لا يتعدى حدود الصلاحيات المسندة للموظف، أن يكون التفويض صريحا وموضحا للمهام المفوض بها على سبيل الحصر، أن يصدر التفويض كتابة. إذن بهذه الطريقة هذه الإحالات أنت تذكر لي الأسانيد التي أصدرت عليها القرار، وهي تحيلني إلى بطلان هذا القرار. وبالتالي نحن لا نريد أن ننازعكم كرسيكم، ولكن نقول لكم لو سمحتم، الوضع القانوني الآن لا يسمح بإثارة ملفات قانونية شائكة والدخول في محاكم وسجالات. هدف مشايخ التعليم الديني ومعاهد التعليم الديني إلغاء قرار إيقاف التسجيل في المعهد الديني الإعدادي اليوم حتى يتمكن الطلاب من تنفيذ رغباتهم. الدكتور الكوني عبودة أشار إلى مبدأ دستوري نص عليه أيضا اللائحة، حتى هذه اللائحة نصت عليه، وهو حق الطلاب في اختيار مسارهم التعليمي. فكيف أنت الآن هذا حق دستوري كيف تقف أمامهم وأمام الأسر التي لها هدف أو رغبة أن تشاهد أبنائها في هذا الاتجاه؟ هذه الأسس القانونية. ولذلك لو تسمح يا دكتور سامة أو بعد شوية تعقيب على المسألة هذه، فقط هي إضافة إلى ما ذكر الدكتور محمود سلامة في موضوع إصدار اللائحة تنظيم شؤون التعليم العام الصادرة بموجب القرار المجلس الرئاسي رقم 779 لسنة 2018. إضافة على ما ذكره من مخالفات قانونية في إصدار هذه اللائحة، ولكن أنا أرى أن من أكبر المخالفات والتي تصل بهذه اللائحة إلى مرحلة إلى الحكم بانعدامها، هي أنها صدرت بناء على قرار من رئيس المجلس الرئاسي وليس من مجلس الوزراء. اللوائح وفق ما هو معمول به تعرض على مجلس الوزراء، ولذلك ستجد في دباجة كل قرار بإصدار لائحة وعلى اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ كذا رقم كذا بتاريخ كذا.
ما حصل للأسف الشديد في الفترة الأخيرة أن رئيس المجلس الرئاسي بدأ لن أقول اغتصب سلطات مجلس الوزراء مجتمعا، ولكن مارس هذه السلطات وكأنه هو مجلس الوزراء، ولذلك اللائحة هذه وجودها والعدم سواء. لو أن أسامة أبو ناجي الآن أصدر لائحة للتعليم العام قوتها القانونية لن تكون أقل من هذه القوة، إلا ربما القوة على الأرض، ولكن من حيث الصفة لا صفة له في إصدار لائحة التعليم العام، ولذلك سيرجع إلى التشريعات النافذة الموجودة. في سؤال جاء من أحد الحضور يقول: من خلال متابعتي لبعض البرامج التي تناولت هذا الموضوع يتضح جليا أن الأمر لا يهم إلا أهل التخصص والقليل غيرهم، ومن الواضح أن هناك جهلا من البعض بأهمية هذه المعاهد، حتى أن بعضهم يرون أنه لا حاجة للتعليم الديني لأننا مجتمع له دين واحد، وأننا ندرس التربية الإسلامية في مناهجنا وهذا كاف. من هنا أرى أن نهتم بهذا الجانب والتوعية أكثر بأهمية طلب العلم ومكانة علمائنا والحاجة لهم. ثانيا، في حال لا قدر الله لم يوجد من يستمع ويعين على استمرار هذه المعاهد، أليس الأولى أن يستغل الوقت في السعي جاهدين للتعاون مع اللجنة المنظمة التي يزعمون تأسيسها بين جملة اعتراضية؟ هذا إن كان الأمر كما يقولون تنظيم، والسرعة في ذلك حتى لا ينتهي الأمر بنقاشات لا نتيجة لها، فهم وكما هو ظاهر ماضون في قرارهم، ولا أقصد بذلك الاكتفاء بما قيل، بل يستمر في السعي لحل الأمر من الجهتين. طبعا أنا أرى كل السبل متاحة، السبل القضائية، التظلمات الرئاسية، كما قال اللجنة الآن الحمد لله أحد أعضائها موجود، وكنا نتمنى أن لو يكون موجود مدير الإدارة القانونية حتى ينقل الصورة، أو حتى الوزير أو وكيل الوزارة، إن كنا نطمح فعلا للوصول إلى الحق والرجوع إليه. ونحن ما وجدنا هنا وما حضرنا هنا إلا للوقوف على الواقع الذي الحقيقة شوش على كثير من الناس. كثير من الناس الآن يظنون أنها معاهد خارج سلطة الدولة، مناهجها مناهج يمكن تدرس الإرهاب أو تدرس التكفير، وهذا مشاع للأسف على لسان بعض المسؤولين، ولذلك وجود مثل هذه الورش تبين الحقيقة للجميع، والمفروض على أهل الفضل أن يرجعوا إلى الحق متى وقفوا عليه. وهذا ما نظنه بوزارة التعليم، أن ترجع عن قرارها، فالرجوع إلى الحق فضيلة. إن كان هناك إضافة للدكتور محمود أو مداخلة، نعم نأخذ مداخلة، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. يؤسفنا جدا أنكم كليكما وضعتمونا في أزمة في الشارع الليبي بين وزارة التعليم وبين المهتمين بالتعليم الديني. لغاية البارح هناك ندوة في ليبيا الوطنية، روح الوطن وما أدراك، وكان فيها الشيخ محمد المغربي أعتقد، وكان فيها وزير التعليم. فوزير التعليم بعظمة لسانه يقول ليس هناك قرارا بإيقاف التسجيل في الإعدادية الدينية. هل يكذب علينا وزير؟ هل يكذب؟ ولذلك المجتمع الآن مهتم جدا ومهتم بالتعليم الديني، ولكن يريد الحقيقة. هل أوقف فعلا؟ هل هناك قرار؟ وزير التعليم يقول أنه ليس هناك قرار، وأكده أكثر من مرة. وبالتالي أنا أعتقد يجب ألا نفتح النيران صليا بين وزارة التعليم وبين المهتمين بالتعليم الديني، بل علينا أن نأتي إلى كلمة سواء ونتحاور في الموضوع، ونأتي بالقانون الذي يؤكد أن التعليم الديني الإعدادي مستمر. و...
وله لائحته الداخلية، وأعتقد أن كل القوانين تصدر ثم بعد ذلك تأتي اللائحة الداخلية لتفصله تفصيلا كاملا. فأنا كمواطن حريص على بلدي وعلى وطني وعلى ديني أولا، علينا أن ندخل في حوار، ويجب أن يكون الحوار مفتوحا بحيث نضع النقاط عند على الحروف، وبالتالي ننتهي من هذه الأزمة المفتعلة. الدين لله، وبالتالي علينا أن نتمسك بهذا كل التمسك، ولكن لابد لنا أن ننظر فيما أتى للدين من خشعبلات خلال ربع القرن الماضي أو نصف القرن الماضي. هناك أمور وصلت إلى مرحلة زيفت كل شيء، وأدت بنا أن نتناسى حتى مشايخنا العظام في ليبيا، ولم نرى لهم أثرا حتى في مناهجنا ليدرسها طلابنا، ويعرفوا أن الشيخ عبد الحميد عاشور كان كذا، ومصطفى التريكي كان كذا، وعمر الجنزوري كان كذا، والشيخ عبد السلام خليل كان كذا. ولكن أنا من الذين يحرصون كل الحرص على اللحمة الوطنية أولا، وعلى اللحمة الشرعية ثانيا، لكي نخرج من هذه المتاهات. دكتور إبراهيم مصطفى الخراز، شكرا جزيلا. بارك الله فيك دكتور، جزاك الله كل خير على هذه الإضافة. هي كلمة واحدة، أنا أتمنى، ونحن ظننا كما قلت أن الوزير لا يكذب، والأمر سهل جدا معالجته. إذا كان الوزير كم الواقع، نعم دكتور، ما دام الواقع كما يقول فليعمم تعميما أنه لا يوجد قرار بإيقاف قبول الطلبة، واقبلوا الطلبة، وكفى الله المؤمنين شر القتال. نعم بسم الله. معلش أنا يعني طلبت الكلمة في خلال المحور الأول، لربما هي مش متعلقة بالجانب القانوني، لكن سؤال أنا أود أن أطرحه على السادة الحضور، لأنه قلما يتكرر مثل هذا الحضور. أنا أتمنى يعني نسأل سؤال على زملائنا وإخواننا ومشايخنا الأفاضل، هل نحن راضين على مخرجات التعليم الأساسي بشكل عام؟ يعني هل راضين على لغة الطبيب ولغة المهندس ولغة المحاسب؟ هل راضين على التعليم الديني ما في جعبة المحاسب والقانوني وكل يعني أنا بصراحة أخواننا شايف أن في التعليم الأساسي من أولى ابتدائي إلى ثالث إعدادي اللغة العربية يبدو أن محتاجين إعادة النظر في منهجها. نتمنى يعني هذه لغة القرآن، يعني بصراحة لو تلاحظوا ما فيش مسؤول، أنا شخصيا نتكلم أكيد بالله كم تنكسر رقبتكم مرة لما تسمعوا في نشرة وتسمعوا في مسؤول يتكلم. رانا محتاجين مناهج اللغة العربية، مش حتى لا نطيل، نقول لك الجواب العام كلهم غير راضيين، ولذلك بمنطق الوزارة الآن يجب قفل جميع مؤسسات التعليم. هذا ما دام غير راضيين فنوقف حتى نطور، هذا الموقف، هذا المنطق السائد. يعني أعتقد لو أسسنا إلى تعليم ديني صحيح في مدارسنا ومناهجنا وقوينا جرعة التعليم الديني، لن نجد واحد يعني يمكن أن يأثر عليه أي شخص في لحظة لأنه تأسس صح. فكيف نستطيع أن نطور مناهج التربية الإسلامية واللغة العربية بشكل فعال في مرحلة التعليم الأساسي لكل، حتى غير متخصصين التعليم الديني، للكل؟ أتمنى يعني أن نبدأ الجهد في هذا. يعني وعلى حضوركم الشيخ محمود السلاتي. سلام محمود السلاتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الاسم محمود علي السريتي، مدير منارة أبي راوي للعلوم الشرعية سابقا. بالرد على السؤال اللي سأل الأستاذ، هل هناك قرار أوقف التعليم الإعدادي الديني؟ إذا كان مهناش قرار، إذن من أين أتى منسق التعليم متاع تجورة بتوجيه خطاب إلى مدير منارة براوي بعدم قبول الطلاب في السنة الأولى لإعدادي ديني؟ وشكرا. جواب سريع على بعض الأسئلة. طبعا دكتور كلامه محق، والوزير محق كذلك. الوزير يقصد معاني أخرى.
كثيرون من ذوي عدم الثقافة القانونية الدقيقة يعتقدون أن القرار هو المكتوب، وبالتالي لم يصدر قرار، يعني لم يصدر مقدم شيء مكتوب ذو رقم إشاري ويحال إلى المدارس، لكن بوصولها إلى مراقب التعليم ومراقب التعليم عممها وبصدورها شفهيا وشهادة المراقبين بذلك، تعتبر من ناحية القانونية قرار إداري صدر. فهو يعتقد أنه لم يصدر، يعني لم يكتب، لم يدون، لم يعمم. ومن هذا نجمع بين المسألتين. السؤال الآخر قال كيف يقول الوزير في اللقاء الإعلامي أن هذا القانون 3/2015 سيبقى حبيس الجدران إذا لم يتم تعديله. وهذا كذلك من الخلفية غير القانونية للوزير، كان ينبغي أن يكون يستشير مستشاري القانونيين. القاعدة القانونية المضطردة والمعلومة أن القوانين إذا صدرت وهي تأمر بلوائح تنفيذية أو يتعذر تنفيذها إلا بلوائح تنفيذية، تستمر اللوائح التنفيذية السابقة في الإعمال حتى يحل محلها اللائحة التنفيذية الجديدة. وبالتالي القانون رقم 3/2015 سارعت وزارة التعليم لتنفيذه بناء على اللوائح سابقة صحيحة وعرف قانوني ساري وموقفها سليم وصحيح قانونا ولا غبار عليها. وبالتالي أعتقد أن المسألة من الناحية القانونية بغض النظر عن التحليلات اللي ذكرت وما إلى ذلك، لكن مسألة سهلة ويسيرة، والقوانين إذا كانت معها نوايا مخلصة يسهل الوصول إلى نتائج فعالة حتى مع وجودها. وبالتالي أنا أدعو وأنهي بالخلاصة. الخلاصة في اعتقادي أن البيان، أدعو البيان أن يتضمن الطلب من الوزارة بسحب القرار اليوم لحتى يتمكن الطلاب من التسجيل. المسألة الثانية، مطالبة الوزارة بإضافة مواد بسيطة إلى اللائحة التي أصدرتها وعممتها. الآن عندنا لائحة المجلس الرئاسي أصدر، إحنا بنمشوا بنكونوا فعالين وبنتغاضوا زي ما قالوا الإخوة عليه الجدال وما إلى ذلك. كويس، أنت الآن قدمت مشروع لائحة ووافق عليه المجلس الرئاسي وأصدر، عندك 3 مواد تقدر تعدل بهم إضافة التعليم الديني، تقدمهم وسميه قرار مجلس رئاسي بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10/2018، وحل قانوني سهل وسلس وتمشي المسألة. فما نقولوش أن في إشكال قانوني. أيضا أدعو إلى أن يتضمن البيان تشكيل لجنة التواصل مع المختصين ومع التربويين لزيارة الوزارة وللقضاء على إذا كان هناك سوء فهم من الطرفين، وإذا كان هناك لجنة سريعة للائحة أو كذا، فنبدي تجاوبنا وتعاوننا مع الوزارة، لأن بالنهاية المركب واحدة، وحتى لو أخطأنا في بعض الأشياء القانونية فما دام لم يطعن أمام القضاء فهناك حلول كثيرة يمكن اللجوء إليها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله في الدكتور محمود وجزاء الله كل خير على ما هذا الجهد الذي بذله، ونسأل الله أن يكون في ميزان حسناته. دكتور والله من بكر يقولون مش عارف إذا نستسمحوا للجنة هو مشايخنا الكرام عذرا يعني ساعتذر مرتين من الناس اللي أطلنا عليهم، لأن فتنا تقريبا الوقت المقرر بثلث ساعة. مازال في محور آخر شيخ. فضيلة الشيخ، وفي محور آخر التربوي. اللائحة 2018 هي تفسر قانون قديم صدر بعده قانون خاص يتعلق يعني بالتعليم الديني، فيعني هذا القانون الخاص يعمل به. نعم اللائحة لا تنطبق عليه. نعم 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 نعم. طيب كما أسلفت قبل قليل، أعتذر من الحضور مرتين، أعتذر من الذين أطلنا عليهم، ونعتذر من الذين لم نأخذ مداخلات منهم بسبب ضيق الوقت الشديد، ويعني الجميع يريد أن يشارك في مثل هذه الورشة الطيبة. أحبتي الكرام، حضورنا الكرام، مشايخنا الفضلاء، الآن نتوقف إلى استراحة لمدة ربع ساعة حتى نصلي الظهر، والشباب المنظمين بارك الله فيهم جهزوا لنا في الأسفل مصلي، نصلي جماعة إن شاء الله، مصلى نصلي فيه جماعة. كذلك بعد الصلاة إن شاء الله وبعد هذه الاستراحة سيكون هناك المحور الثالث، وهو المحور التربوي الخاص بهذا بخاص بهذه الورشة. بعد ذلك سيكون هناك وجبة غداء إن شاء الله بعد إصدار بيان
الصادر من هذه الورشة والخالص من الحضور الكرام جميعا. شكرا لكم، ونعتذر مجددا على ما بدر منا.